من استديوهات تلفزيون العربي 2 في لوسيل، صباح الخير مشاهدينا واهلا بكم وصباح النور امين. صباح النور يا عهد، وصباح النور الى كل مشاهدينا ومتابعينا. طبعا حلقه جديده من صباح النور كالعاده، منوعه بمواضيعنا وتقاريرنا المختلفه فيها اليوم. اليوم سنتحدث عن امراض اللثه وتاثيرها على شكل الابتسامه صحيا وجماليا في فترتنا الطبيه. في العمل اليوم سنناقش لماذا تفشل المؤسسات، والاحتيال الإلكتروني أحدث طرق لسرقة الأموال في تكنولوجيا. برشا مواضيع في انتظاركم، حلقتنا تبدأ الآن، ابقوا معنا. إذن صباح النور من جديد لكل مشاهدينا. طبعا نذكركم أنه عدد من المواضيع في انتظاركم اليوم اللي كنا قلناها بداية الحلقة، ونحن في انتظار كالعادة مشاركتكم، أسئلتكم، آرائكم عبر رقم الواتساب الخاص بنا. وكان عنا سؤال كالعادة موجود على منصاتنا فيسبوك، انستغرام، إكس وطبعا غيره. السؤال يقول: هل تعرضت للاحتيال الإلكتروني من قبل؟ وفي حال أنه تعرض احكيوا لنا قصصكم. الناس كتبت طبعا عدد من التعليقات، سنأخذ هذه التعليقات أيضا للحديث عنها ولمناقشة هذا الموضوع، الاحتيال الإلكتروني اللي أصبحنا نعاني منه بشكل كبير. موضوع مهم جدا وعم يزداد خطورة يوم بعد يوم. أيضا لدينا في الفقرة الطبية سنتحدث عن اللثة وعن أهمية العناية باللثة، وأيضا يعني كل المشاكل حول هذا الموضوع. العديد من الفقرات لدينا لليوم والمواضيع. وفي مطبخ صباح النور معنا اليوم الشيف طار، عفوا خالد، الشيف طارق بالبيت، بعتذر منك شيف خالد. صحيح، طبعا نهاره تغير. شيف لا خالد لا لا لا، صباح الخير. صباح النور، هو مدام راجي معنا فبلشت المشاكل، فأنا محط علي. الحمد لله انها اجت على هيك. تحياتنا للشيف طارق، تحياتنا لكم، كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة يا رب ينعاد علينا وعليكم بأحسن حال يا رب، وعلى أهلنا بغزة. اليوم وقفة عرفة من أعظم الأيام، فبكرة إن شاء الله عيد، فأنا راح أعملكم إيش تفطروا أول يوم العيد بعد صلاة العيد إن شاء الله. بكرة بنصلي أنا وأمين العيد، بدي أعمل له نفس الفطور هذا لايف بإذن الله. إن شاء الله يا سيدي. الله يخليك. باهي باهي الفكرة، باهي إن شاء الله. نهار العيد الصبح واضح. شكرا سيف. شكرا لك. تسلم يا سيف. يعيشك شيف. إذا مشاهدينا كما شفتوا الشيف موجود معنا، فقراتنا متنوعة، وبدايتنا كالعادة تكون مع أحوال الطقس. دعونا نتعرف إلى أحوال الطقس ودرجات الحرارة في عواصمنا العربية لليوم ونعود. إلى جولتنا مشاهدينا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. سنبدأ بالخبر الأول لليوم. مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت تتصدر حفلاتها عناوين ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار بارزة ولافتة دائما. بعد الهزة الأرضية التي أحدثتها في حفلتها في مدينة سياتل الأمريكية العام الماضي، والتي حضرها حوالي 70,000 شخص، أحدثت هذه الحفلة هزة أرضية عادلت 2.3 على مقياس ريختر. ها هي الهزة اليوم تعود من جديد. مشاهدينا، يبدو أن حفلات تايلور سويفت أينما ذهبت تهز الأرض حرفيا. العروض التي قدمتها سويفت في جولتها الأخيرة بعنوان The Eras Tour التي قامت بها في أوروبا تكللت بالنجاح الباهر. لكن ما حدث في العاصمة الاسكتلندية إدنبرا يعد حدث استثنائي تسبب بحدوث نشاط زلزالي في المنطقة
شعر بها سكان من مسافة 6 كيلومترات، وذلك طبعا وفقا لهيئة المسح الجيولوجي البريطاني. أنتج الجمهور الذي كان متواجد في هذه الحفل أثناء الرقص حوالي 80 كيلوات من الطاقة، وهو ما يعادل 6000 بطارية سيارة. حضر حفلاتها التي أقيمت على مدار 3 أيام متتالية رقما قياسيا في تاريخ اسكتلندا لجمهور يحضر حفل غنائي، حيث وصل الرقم إلى 220 ألف متفرج. عبرت سويفت عن شكرها للحضور وكتبت على حسابها في إنستغرام: أدنبرا، لقد أذهلتني حقا في نهاية هذا الأسبوع، شكرا لكم على تحطيم الرقم القياسي لعدد الحضور في عرض استاد مورايفيلد في اسكتلندا 3 مرات متتالية، وعلى كل الطرق التي جعلتنا نشعر وكأننا في بيتنا. أحبكم كلكم 220 ألف. ننتقل إلى الخبر الثاني لليوم، واسكتلندا حاضرة أيضا في خبرنا الثاني ولكن في عالم المستديرة الخضراء. بالأمس افتتحت بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في نسختها 17 على ملعب اليانس أرينا في ميونخ بحضور 66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمار. حفل الافتتاح كان قصير وبسيط كما وصفه البعض، وتم خلاله تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، وهنا نرى زوجته. طبعا فرانز توفي في بداية هذا العام في شهر يناير، وهو أحد نجوم وأساطير كرة القدم في ألمانيا. هنا زوجته هايدي إلى جانب برنارد ديتس ويورغن كلينسن، أحد كبار نجوم المنتخب الألماني سابقا، وكانوا يحملون الكأس التي سيتوج بها الفائز. لنتحدث عن مباراة الافتتاح. الماكينات الألمانية فجرت افتتاحية نارية بعد أن تغلبت على اسكتلندا 5 أهداف مقابل هدف واحد. أهداف الخمسة للمانشافت الألماني كانت بأقدام فيرتس، وهذه كانت طبعا كان الهدف الأول في الدقيقة 10. أيضا جمال موسيالا، هافرتس سجل من ركلة جزاء فولكرك، وأيضا شان. هذه كانت أهداف المباراة، وفي المقابل لاسكتلندا سجل روديجر. طبعا هنا بعد هذه المباراة يؤكد منتخب المانشافت أنه لن يكون خصم سهل في هذه البطولة التي يطمح للتتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه. نتابع مباريات اليوم، هذا جدول المباريات. طبعا اليوم يعني المجموعة الثانية، هناك مباراة هنغاريا أو المجر وسويسرا، هناك إسبانيا كرواتيا إيطاليا وألبانيا. هذه هي مباراة النارية التي ستكون لليوم، مباريات قوية، وهذه المجموعة طبعا ستكون غدا هذه المباريات. يعطيك صحة، شكرا لك. يعني أمير بدي أسألك بداية، استني على تايلور سويفت ولا على اليورو؟ لا نبلش باليورو، نرجع لتايلور سويفت. مين بتشجع بهالبطولة؟ أنا ديما أوروبا الحق من مشجعي المنتخب الإيطالي، المنتخب اللي معناه ديما حسيت يا إيطاليا يا إسبانيا. أنا ديما إيطاليا. إيطاليا إيطاليا لكن إيطاليا ما هوش منتخب، مع أنه حامل اللقب صحيح في النسخة اللي فاتت، كلنا نعرفه أنه إيطاليا فازت بآخر نسخة من اليورو، ولكن لا أعتقد أن إيطاليا عندها حظوظ وافرة للفوز. ما ننسيوش أن إيطاليا وصلت آخر واصلين هالمجموعة طبعا بعد صعوبة في الترشح لليورو، يعني هي نعرف أنه ما ترشحتش لكأس العالم بعد ما فازت باليورو، ولكن أيضا كانوا لك صعوبة للترشح إلى هذا اليورو تحديدا، وبالتالي شفناها كيف جيت في التصنيف الثالث، واللي خليها تكون في مجموعة قوية جدا، واللي هي المجموعة النارية اللي هي بتلعب اليوم مبارياتها 17. إسبانيا كرواتيا من أحلى المباريات ربما اللي بتشاهدوها، إسبانيا بروح شباب جديدة، نعرف أن المنتخب لاروخا كان ديما من أكثر المنتخبات اللي تدخل منافسة مباشرة على البطولة، تراجع طبعا شوي نظرا إلى فقدان عدد من نجومه. كلنا نذكره أنه منتخب إسبانيا 2008-2012 اللي هو بيدو برشلونة التاريخي مش نفسه هو منتخب إسبانيا اليوم، ولكن فما مجموعة شباب مهمين جدا وجودهم اليوم، وأعتقد أن إسبانيا عندها حظوظ قوية أقوى حتى من إيطاليا. إيطاليا للمنتخب شفنا مانشيني بعدم ترشحه رجع سباليتي لأن مدرب، أوكي إيطاليا قدمت لو عن ما مباريات تحضيرية باهية شفناها، كانت المباريات فيها
فيها روح قويه، ولكن حسب التشكيل اللي شفته اليوم وحسب ما كتبت لاجازيتا دي سبورت الصحيفه الايطاليه المعروفه، كتبت انه تشكيله اليوم قد لا تكون هي التشكيله المثاليه ربما، ايضا للاسف يعني مشاكل حتى معناها مع سباليتي. ايطاليا ايضا فقدت من نجوميتها، خلينا نقول خاصه يعني يمكن كاس العالم اخر قبل كنا يعني بطولتين ما كانت موجوده. تذكر قبل كنا نحكي على ايطاليا نحكي على فريق مدجج بنجوم، 2006 ولا 2006 23 لاعب ايطالي نجم، يعني صعيب انه تختار تشكيله ما بيناتهم. ايطاليا تراجعت بشكل كبير نظرا الى تراجع اولا الانديه الايطاليه، كلنا نعرف انه انديه ايطاليا تراجعت بشكل كبير في الفتره الاخيره، وايضا انه في السنوات تقريبا العقد الاخراني كل ميلان وانتر وكلهم تراجعوا، وكانت فقط الهيمنه لليوفي، اليوم ايضا اليوفي زاد متراجع شوي، ما عادش عندنا عدد الشباب الايطاليين اللاعبين اللي واو، يعني ايام اللي كنا نسمع هاو طلع توتي هاو طلع عندنا ديلبيير، وما عادش موجوده هالنوعيه صحيح. من اللاعبين في ايطاليا، ربما هذاك علاش نوعا ما المنتخب، ولكن المنتخب الايطالي يبقى في السنوات الاخرى يلعب على المجموعه، ما عادش يلعب على فرديات نجومه. منتخب البانيا لا يستهان به على فكره، مع انه الناس كل مرشحته انه هو اللي خارج من المجموعه نظرا لانه الحلقه الاضعف، لكن دائما هيك بيصير بالمباريات الكبرى، يعني المنتخب يلي بيكون الحلقه صحيح. الاضعف نتفاجئ انه عم بيوصل للادوار النهائيه. نتذكر كلنا يورو 2004 اللي يبقى تاريخ، منتخب اليونان في مباراه افتتاحيه ينهزم، وعلى اساسه انه منتخب اليونان هو الحلقه الاضعف في مجموعته، يفوز منتخب اليونان ويصل الى النهائي ويفوز باليورو، منتخب ابدا ما كان مرشح حد. فالبانيا زاد ما تتحقرش، وعندها على فكره لاعبين شباب مميزين جدا، شفتها ايضا في مباراه وديه قد يكون عندها دور صعيب. كرواتيا نجومها كبار، اخر يورو هذا اليوم، وبصراحه انا نتمنى انه كرواتيا تفوز باللقب، مش على حاجه، لانه هذا باش يكون اخر يورو فعليا، اخر بطوله نشوفوا فيها المنتخب اللي يوصل مرتين مره يوصل النهائي مره يوصل نصف نهائي، باش يكون ايضا المنتخب اللي مع الاسف ما خذاش لقب. مودريتش وبيريزيتش وبروزوفيتش وعدد من وكوفاسيتش، عدد من اللاعبين هذوما ما عادش نلقاهم لانه اخر موسم ليهم معناها. فهذا يعني خلينا نشوف الحديث عن يعني بعتقد الفقره صارت تحليل رياضي حاليا. خلينا يعني شكرا لك محلل رياضي ما في مجال نحكي عن تايلور سويفت، خليها لهز الارضيه الجاي، او بدك تحكي عنها ليه؟ انا فقط انه ديما عندي سؤال نحب نساله، علاش ليه حتى المشاهدين يجاوبون عليه، ما فهمتش علاش تايلور سويفت عندها هالشهر. ايه وهزات ارضيه يعني مش بس فكره تايلور سويفت، بكل وكل ما تعمل تور او كل ما تعمل جوله حفلات في اي مكان، تحقيق ايرادات خيالي قياسي، عدد الجمهور قياسي. المشكل الوحيد اللي نسأله ونطرحه انه مثلا وقت اللي تقول لي تايلور سويفت، قبل كنا نذكره انه تقول مثلا اليوم جوله مايكل جاكسون، نعرفوا كلنا انه العالم تجري وتتهافت على التيكت، كولد بلاي مثلا كفرق، نعرفوا كيفه انه عنده عدد كبير ولكن ليه تحقق هالارقام اللي تحقق فيها تايلور سويفت؟ صحيح. علاش تايلور سويفت تحديدا؟ مع انه لو نحبوا نتذكروا اغنيه من اغاني تايلور سويفت ربما ما نعرفها حتى واحد. يعني عنده جمهور كبير كما تحدثنا، يعني يمكن الجنريشن الجديد تحت الهواء، يمكن صح الجيل الجديد هو اكثر يمكن محب لهالنوع من الاغاني ولتايلور سويفت، ومحل ما عم بتكون يعني اليوم عم بتحقق بالفعل بالحق أرقام يعني قياسية. السياحه يعني عم تتنشط بالبلد اللي عم بتكون موجوده فيه، اقتصاديا عم تتنشط هيك الفنادق، يعني كل الامور السياحيه والنشاطات السياحيه تتاهب لما تكون في تايلور سويفت. السياحه في تونس نجيب تايلور سويفت بنجيب استضيفة أمين لكن تعملنا لقاء خاص مع تايلور سويفت. أنا نعمل لقاء خاص مع تايلور سويفت لكن نبطل العمل، ما زال بدك تجيبها على تونس. طيب يلا خلينا على كل حال رح ننتقل مشاهدينا الآن إلى عناوين ومختارات من بعض الصحف العربية في منشأ.
عدد من العناوين تقريبا الكل يتناول الموضوع عيد الاضحى. حنعرفوا انه غدا ان شاء الله يكون العيد، وان شاء الله مبروك على الناس الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير والصحه اهم شيء. ايش قولك انت نحكيه على فندق الخروف في العيد؟ حلو. خواريف صار عندها فنادق فندق خاص بالخواريف في العيد. اسمع هالخبر، شوفوا هالتقرير. في المغرب هذا وين ابتكر بعض مربي الماشيه فكره فندق الخروف في احد المزارع. الفكره تقوم على الاحتفاظ بخروف العيد وتقديم خدمات مجانيه لهالخروف من طعام وشرب وتطبيب وغيره الى ان يتم تسليمه لصاحبه ليله العيد. والفكره هذه لقت استحسان كبير بسبب نعرفوا انه كلنا ضيق الشقق السكانيه بالمدن وعدم سماح السكان احيانا باستقبال اضاحي العيد بالشقق السكانيه. على كل خلينا نتابعوا تفاصيل اكثر في التقرير. كل عام تنجيو عند هذا السيد تنتقدو عنده كل عام سلعه نقيه وممتازه الحمد لله. وخدينا واحد سردي وواحد بلدي ولكن عندهم الجوده وحاجه ممتازه. الله يعمر له الدار هذا الراجل، اي حاجه تيقادو معنا وتيصابو معنا اقصى درجه. اسعار دابا لا ضر لا ضرار، ماشي اسعار قاصحه وماشي هي لا ضر لا ضرار. الانسان يعرف فين يمشي يشري وراه غادي ياخذ المليح وغادي ياخذ الثمن مرفق، ماشي شي ثمن عادي. راه الناس يقولوا هذاك الشيء اللي تيقولوا في التليفونات راه ماشي هو اللي تشوف الواقع. كنقوموا بمراقبه ديال الاعلاف ديال الادويه البيطريه ديال الماء الشرب ديال كذلك المخلفات المترتبه عن الدواجن. هذه المراقبه هذه كتشمل ايضا مراقبه عمليه الترقيم. الترقيم ديال الاغنام هو عباره عن وضع حلقه صفراء باذن الغنم والماعز موجهه لعيد الاضحى واللي كتحمل واحد رقم تسلسلي واحد وفريد وبجانب مجسم عيد الاضحى. هذه الحلقه هذه كتشكل حلقه توصل بين الكسب وما بين المصالح البيطريه والمستهلك في حاله وقوع مشكل لا قدر الله في يوم العيد. بالنسبه للعرض عندنا في مزرعه خير فهو الحمد لله وافر بكل ما في الكلمة من معنى. أما بالنسبة للخدمة اللي كنقدموا للزوراء ديالنا ما بعد البيع، فإلى بغى شي واحد ياخذ الخروف ديالو كنعطيوه له، ما بغى يخليه هنايا كنخليوه حتى تبقى نهار أو يومين من بعد العيد وكنعطيوه له. وهذه الخدمة كنقدموها ليه بالمجان. أكباش العيد يعني أخذين هيك راحتهم بيعطون كل سبل الرفاهية حلوة هي الفكرة وبعدين على العيد وبعدين على العيد. هي حلوة الفكرة عهد خاطر نحن خاصة توا تبدلت على أيام قبل. أيام قبل كانت أسهل الحياة وكانت الديار كبيرة واسعة صح. وكانت الأماكن متوفرة أنه باش يكون عندك الخروف موجود ونشريه الخروف قبل بشهر ونلعبوا به في في الشارع ونزينوه وأجواء. الامور مش انا راه بنحكي على الشباب في تونس، انا ما كانش عندي علاقه بالخارج على كل ف انه توا ولات مع حكم الشقق السكانيه وضيق المساحات. حلوه الفكره انه كيما هكا فقط تجيبوا ليله العيد او نهار العيد، يعني حتى تقليد هالموضوع تغير. حلوه حلوه تغير التقاليد جدا تغيرت برشا. على كل نتمنى ان شاء الله عيد مبروك نحن للجميع ونتمنى انه يستمتعوا بالعيد اكيد، وان شاء الله طبعا يكون مبروك على الجميع إن شاء الله. أمين. إلى فاصل الآن ونعود بعده مع فقرتنا الرياضية في الجسم السليم، ابقوا معنا. رجعنا لكم من جديد إذا مشاهدينا، موعدنا مع الرياضة واليوم تمارين رياضية متنوعة باستخدام البوزوبول أو نص الكرة المطاطية. صابر صباح الخير. صباح النور وإن شاء الله عيدكم مبروك علينا وعليك ان شاء الله. صحيح
اليوم باستخدام هال سميت هيلي مرة أخرى نصف الكرة المطاطية. صح، نصف الكرة المطاطية. طيب تمارين عادي، هما تمارين تقريبا لكل الجسم لكل العضلات أو صح. آه. هلا أنتوا تعودتوا عليه بشوز الكانجو، اليوم جينا بحاجة جديدة. آه. صحيح. البوزو بول ياسر مفيدة، والإفادة متاحة إنه أنت قاعدة تشوف إنه هو نص دائرة متصل معناتها بجهاز صلب من تحت، والحلو إنه نجمو نخدمه معناتها على نص الدائرة المطاطي كيما نجمو نخدمه هون. أمين إذا قاعدة تشوف هذا صلب بالمقلوب دونك هون. وكل واحدة لها إفادتها، لكن الإفادة الأساسية واللي تخدم عليها اللي هي التوازن، هذا الأهم. ليه نتفرج في تمارين معك مالي. شكرا لك سام. ميرسي، أهلا وسهلا فيك أمين. أوكي، أهلا وسهلا بسادة المشاهدين، اليوم جيناكم بحاجة جديدة ومفيدة كالعادة. الجهاز المطاطي اللي هو نص دائرة، اليوم باش نوريكم إنه إحنا باش نخدمو هيت ورك أوت إكسرسايز للناس المبتدئين والمتوسطين. دونك باش نبداو توا التمارين. أول حاجة كالعادة نبداو بستريتشينغ خفيف على من على اليسار، مثل رجلنا شوية ديما صدر مفتوح إيدي ستريت. أوكي، أنا دايما بجرب إنه بعمل ستريتشينغ خفيف على كل تمرين باش نبدأ فيه. أوكي، خلينا نبلش أول شي هون. فينا نبلش نعمل إحماء صغير لأنه لازم يكون كل عضلات الجسم تشتغل ونجهزوها للتمرين. سو أنا نخدم هنا نجم نعمل 1 مينت نرجع نبدل. أوكي، نجيو على جنب لهنا. سو باش نمشي على اليمين وعلى اليسار، ديما نخلي ظهري مفتوح جسمي كله لفوق. سو نفس الشيء هون، بلشت نحس اللي رجلي عم تشتغل. أوكي، كالعادة أنا دايما بجرب بالبوزو بول إنه أشتغل مش بالريبتيشن، بشتغل بالتايمينج 30 سكند لوان منت على حسب لياقة كل شخص. أوكي، هلأ نجرب هون هيدا التوازن 100%. حتى بس شفتوا كيف بس نوقف بدنا التوازن. سو هون أنا شو رح أعمل؟ بلش أطلع وأنزل شوي شوي. هون عم نشتغل سكوات، هيك أنا بلشت شوي شوي بالتمارين لا نشتغل لكل الجسم. أوكي، هلا كمان فيني أحط رجل فوق رجل على جنب، إيدي لقدام أو هون، وبطلع وبنزل هيك. بكون عم شغل عضلة الفخاد، برجع نط بعمل 3 مرات 4 مرات على حسب كل واحد كيف بده يشتغل. أوكي، أنا برجع هون بنزل، طبعا بخلي إيدي عرض كتافي. هلا رح أعمل ماونتين كلايم. شوفوا هون قلبنا الكورة، صار التوازن أعلى. هون عم شغل كتافي بنفس الوقت عم شغل الكور. كل الوقت بجرب شد الكور تبعي تحافظ على التوازن. طبعا فيني نزل ركبتي لتحت. انا هون شو رح اعمل؟ رح اشتغل على تشيست. الحلو بالبوزو او نص الكورة المطاطي انه بيخليني كل الوقت ماسكة الجهاز، فهيك العضلة بتكون عم تشتغل اكتر. هلا غيرت التمرين، شوفوا شوي شوي عم جرب صعب التمرين بطريقة انه انا ما عم بعطي شوك سريع للعضلة. هيدي اسمها بيربيز
مع الطابة. هلا رح صعب التمرين فيني، انزل اوب وبطلع. هون عم نشتغل فول بادي، تمام. شوفوا هون كمان رح بلش اشتغل شوي كتافي. راهو هيدا خلينا نجو شوي على جنب، اللي ما عنده اوزان في كمان يشتغل البوزو. اوكي هلا بعرف انه هيدا شوي ادفانس، بس احنا رح نجرب نشتغله شوي شوي. انا كل وزني على الشوز، اذا ملاحظين رجلي عم تجرب تاخد التوازن. سو هنا بدي اطلع شوي شوي، فينا از ا فيرست تايم نزل رجلي لتحت وخلي كل جسمي لقدام. هون رجلي عم تشتغل الفخاد والارداف. اذا انا بدي صعب شوي التمرين بدي اعلي رجلي شوي شوي. هون على حسب لياقة كل شخص، اذا بدي صعب اكثر كون عم علي رجلي لفوق. بهالحالة صرنا عم نشتغل 100% بلياقة اعلى. ننزل نرجع كالعادة، روح للرجل الثانية، كل توازني على الكرة. طبعا نعرف انه ركبتي ما لازم تفوت قصب يا رجلي. ننزل لقدام، هون عم تشتغل، بنعلي شوي شوي، برجع بعلي لفوق. تركيزي كله على نص البطن، كل تركيزي على جسمي منشان لاقي التوازن. وبعلي رجلي شوي شوي. اوكي هون شغلنا الابر بادي وشغلنا اللور، ما ننسى انه كمان نشغل شوي تمارين البطن. سو انا رح كون مش فوق الكوره بالضبط، بانزل شوي بخلي على اللور بارت تبع ظهري. شو بدي اعمل؟ بحط ايدي على جنب، بعلي رجلي لفوق، بشتغل شوي شوي. سو انا هون عم شغل الكور. فيني صعب التمرين بطلع وبنزل، وهيك انا كل مره عم مثل ما قلنا عم نعطي شوك للعضله وبنفس الوقت عم خليها تستفيد. انا هون عم بعمل بلوك، وهيك بكون عم بعمل مقاومه كثير عاليه لعضله البطن. اوكي بدنا نشغل تمرين ثاني، بطلع لفوق سيمة صغيرة. الحلو بهالجهاز انه من غير ما تشعر بشغل كل الجسم، وبدك تضلك دايما بتركيز عالي على جسمك او على جسمك. اوكي هلا رح نشغل تمرين تاني، نرجع لورا، حط رجلي لقدام، حط ركبتي. انا هون هيدا دايما بنصح فيه للناس اللي اول مره ما بتعرف تعمل تمرين اللانجز، اللي هو يعتبر شوي صعب لكتير ناس. سو بطلع اوب وبنزل، بطلع وبنزل. فيني علي ايدي لفوق اوب وبنزل. هيك بكون انا خلي ظهري يكون ستريت وبرجع بنزل. نرجع نروح الميل الثانيه ونشغل نفس الرجل اوب. ما نسرع، نجرب دايما لما نعمل تمرين لازم يكون بكل اتقان. اوب شوي شوي. اوكي في تمرين تاني كمان فينا نشتغله، بحط قلبه شولدر سيم لاين. انا هون ماسكه البطن تبعي، داري لازم ما يكون هيك، لازم بشد لفوق. اذا انا بدي صعب شوي التمرين اشتغل شوي شوي لقدام. هون بالبطن فينا نشتغل بالريبتيشن، يعني 10 ثلاث مرات، 20 30 ثلاث مرات، على حسب لياقة كل شخص. وصعب التمرين نعلي لفوق كمان نفس الشيء.
وهيك بنكون قد ما فينا جربنا انه نعطي كل التمارين اللي بنقدر نشتغلهم للناس المبتدئين للمتوسطين. يعطيك صحة، شكرا سب. مسألة شكرا ليك، يعطيك صحة على هالتمارين مفيدة مهمة. اما كنت بقولها عهد قبيلة قلت لها الحمد لله نحن ما ندربوش معك لانه تقتلنا انت. اما خرج بطنك مالي كمين. طبعاً طبعاً. ليه طبعاً. يا عايشك لك، شكرا لك سابرة. ومشاهدينا خليني نمشي الى زميلتي عهد مع الدكتورة شروق تركي الاختصاصية في تجميل الاسنان في فقرتنا الطبية اليوم. اليك يا عهد. شكرا امين وشكرا صابره ايضا. مشاهدينا، امراض اللثه لها تاثير كبير على شكل الابتسامه سواء من الناحيه الصحيه او الجماليه. للحديث حول الموضوع تنضم الينا دكتور شروق تركي الاختصاصيه في تجميل الاسنان. صباح الخير دكتور. صباح النور. اللثه ومشاكل اللثه والتهابات اللثه، حدثينا بدايه عن هذه الامراض الشائعه ولماذا تحصل؟ هو أمراض اللثة مبدئياً عايزين نعرف يعني إيه اللثة. اللثة هي النسيج المحيط بالأسنان، وأمراض اللثة أو التهابات اللثة بتحصل بشكل كبير قوي أو بسبب رئيسي واضح اللي هو تراكم البكتيريا والجير والأكل حوالين الأسنان وعدم معالجته. السبب ده هو اللي بيخلي تقريباً 70% من مشاكل أمراض اللثة إن هي تحصل. هل هناك في انواع مختلفه من يعني حسب هو في البدايه ربما... في البدايه بيبتدي التهاب اللثه بيكون بسيط، بيكون بسيط وبيصيب الجزء الخارجي من اللثه، وبعد كده لو ما تعالجش او ما خدناش بالنا من الاعراض بتبتدي ان الالتهابات تزيد وبتوصل الى بدل ما كانت في اللثه الجزء السطحي بتدخل للجزء الداخلي او الجزء الثابت من اللثه. لو برضو ما تعالجتش والمريض ما خدش باله او ان هو اهمل الاعراض بتنزل على الدواعم بتاعه الاسنان وبتعمل التهابات للدواعم المحيطه بالاسنان. وكمان بيحصل نوع من الالتهابات بيكون مزمن، يعني بيتحول بعد كده ان بيكون مزمن اللي هو التهاب اللثه التقرحي المزمن، وبيحصل كمان التهاب للدواعم. فهو انواع كتيره ومراحل كتيره بنتفاداها بان احنا من الاول لازم ان احنا ننتبه للاعراض بتاعه الالتهابات البسيطه. يعني بتختلف تاثير ايضا، يعني التهاب اللثه تحدثتي عن تاثيره في الفم وعلى الاسنان، هل لديها اي اثار اخرى على جسم الانسان ككل؟ هو التهابات اللثه او هي طبعا مشكله شائعه جدا لامراض الفم. التهابات اللثه بتبتدي ان هي بيكون تاثيرها مجرد انتفاخات بسيطه في اللثه، لون اللثه بيكون احمر غامق بعد ما اللثه بتتورم وبتنزل دم مع التفريش البسيط، دي كلها اعراض التهابات بسيطه. الالتهابات دي لو ما اتعالجتش بنبتدي ان احنا ما نخسر الدواعم اللي داعمه السن، فيبتدي السن ان هو يتلخلخ وممكن نخسر السن كله. المشكله مش بس متعلقه بالاسنان، احيانا التهابات اللثه الشديده والبكتيريا المتسببه في التهاب اللثه ممكن ان هي بتدخل في مجرى الدم وان هي تسبب التهابات في مجرى الدم، تتنقل للاوعيه الدمويه وبتتنقل لامراض الناس اللي عندها امراض في القلب وامراض في الجهاز التنفسي وامراض الروماتويد. فهي مشاكل الفم او التهابات الفم جزء من الجسم، يعني متعلقه ومرتبطه بالالتهابات اللي موجوده في الجسم كلها، وبتضعف كمان الجهاز المناعي لو احنا اهملناها او فضلت لمده طويله. طيب دائما الاشخاص او في كثير من الاشخاص بيهتموا باسنانهم بابتسامتهم بالمظهر والشكل العام، هل لالتهابات اللثه تاثير على الابتسامه؟ شوفي هو كثير من طبعا اللثه تاثير على الابتسامه، الابتسامه يعني لثه واسنان ممكن نضيف عليهم شفايف، يعني عامه اي تصميم ابتسامه او اي علاج تجميلي للاسنان لازم بيكون معتمد على الاسنان ومعتمد على اللثه، يعني اساسي الاثنين مع بعض مرتبطين. ما ينفعش ان انا اركب ابتسامه او ان انا اجمل في شكل الاسنان ويكون اللثه عندي فيها مشاكل، من اول لون اللثه لمكانها للكونتور بتاعها لعلاج امراض لو في التهابات، كل الحاجات دي بتاثر على الابتسامه. فالتجميل المظبوط او دكتور التجميل الشاطر دايما عينه على اللثه، مش بس ان هو بيجمل الاسنان وبينسى اللثه. علاجات اللثه بسيطه بس لازم بنبتدي بيها، يعني بنبتدي بيها قبل ما بنبتدي ان احنا نعالج اي مشكله في الاسنان. كمان ان احنا لازم نعرف ان في ناس بيجولي بيهتموا باسنانهم عشان ما نظلمهمش، بيغسلوا اسنانهم كل يوم وبيقول انا بغسل باسناني كويس وبرغم من كده
انا بلاقي ان عندي التهابات متكرره في اللثه، فده بيكون ليه؟ فمش عايزين نظلم الناس، لازم الكشف عند الدكتور. لو انت شايف ان انت بتهتم بصحه الفم بتاعتك، بتعمل الروتين التنظيف الروتيني بس لسه في التهابات، احيانا بيكون في اسباب تانية لالتهابات اللثه غير النظافه. منها الاسباب زي اسباب لخبطه الهرمونات، يعني في بنات بالذات في فتره الحمل بيحصل عندهم اختلاف في الهرمونات، وده بيأثر وبيعمل التهابات في اللثه. كمان في حالات بيكون عندها توتر او ستريس بتقلل برضو من المناعه وبيزيد من التهابات اللثه. في اسباب تانية بتكون بعض المرضى بياخدوا ادويه لعلاج امراض معينه زي امراض التشنجات او امراض ارتفاع ضغط الدم. احيانا المريض بيكون بياخد دواء مش عارف ان هو اللي عامل الالتهاب او الانتفاخ اللثه ده. ففي اسباب تانية زي كمان التركيبات، لو التركيبات مش مظبوطه، يعني انا بهتم وبنظف بس برضو في مشكله في التهابات، ممكن بيكون حشوات قديمه، تركيبات مش مظبوطه، اجهزه التقويم المعدنيه. ففي اسباب كتيره، مهم جدا لو لاحظنا اي علامه من علامه الالتهاب ان احنا نتوجه للدكتور، وهو اللي هيعمل التشخيص المظبوط اللي هيشوف ايه السبب بسبب الالتهابات دي، لانه بيأثر على الجسم. يعني دائما قبل الاهتمام بالاسنان او تجميل الاسنان ايضا لازم دائما الانتباه للثه اذا هي صحيه، اذا فيها مشاكل، لانه بالنهايه كما ذكرتي انه اذا انشغل على الاسنان واللثه غير صحيه او فيها التهابات راح تاثر بالنهايه على الشغل اللي عم بيقوم فيه الدكتور. لو عملنا ابتسامه او في ناس عايزه تغير من شكل اسنانها او عايزه تبيض الاسنان وناسيه اللثه، فهي ممكن تخسر الاسنان كلها بسبب اللثه. يعني تخيلي بيحصل انحسار من كتر الالتهاب، غير طبعا الدم وغير رائحه الفم الكريهه ما بيبقوش عارفين منين، غير الجيوب اللثويه اللي بتجمع فيها الاكل تحت السنان. الاسنان بيكون شكلها كويس قوي، ولكن اللثه اللي بيبقى فيها المشكله والمريض مش واخد باله. الاسنان بيضه ونظيفه وبينظفها كل شويه، ولكن بيحس برضو ان في طعم غريب في بقه، بيحس ان في ريحه مش كويسه، ده بيبقى بسبب اللثه. فهو ما ينفعش ان احنا نعمل تجميل قبل ما نعالج الاول المشاكل، ان كان تسوسات الاسنان او ان كان مشاكل في التهابات اللثه. دي اول حاجه بنبتدي بيها قبل تجميل الاسنان. طب تقنيات التجميل اليوم يعني كثيره وطرقها تختلف ايضا، واليوم اللثة في كثير من الأشخاص يمكن بقصوا اللثة، خلينا نقول هل ممكن هذا الشيء أنه يسبب التهابات، يسبب مشاكل باللثة؟ لا، أو أنا يعني أقولك بالسليم، لا، أصل اللثة ده حاجة كويسة لو اتعملت بسبب يعني علاجي. يعني أنا ما فيش دكتور بيعمل قصل اللثة، أو هو اسمه مش قصل، يعني هو اسمه تجميل اللثة أو كونتور تجميل اللثة. صح، اللثة في مشاكل معينة لو كانت اللثة فيها تضخم أو إن هي ورمت قوي والتهبت قوي أو عملت اللي هي باظ شكل الكونتور بتاعها ما بقاش طبيعي، بعد ما بنعالج وبننظف الجيوب وبناخد فترة علاج أحيانا بنحتاج إن احنا نعمل تجميل اللثة. زمان بنعمله بالجراحة أو في حالات معينة بتتعمل بالجراحة، ولكن الأفضل اللي أنا بفضله علشان العلاج وبيكون أقصر اللي هو تجميل اللثة بالليزر. يعني الليزر دلوقتي ممكن نستخدمه في تعقيم القنوات او الجيوب اللثويه، وممكن كمان نستخدمه في ان احنا نجمل شكل اللثه، نجمل الكونتور بتاع اللثه، ان كان الضحكه اللثويه مثلا او الابتسامه اللثويه. الابتسامه اللثويه دي بيبقى الناس اسنانها كويسه، ولكن لما بتبتسم بيزيد اكتر من 2 ل 3 مللي من ابتسامتها بتبقى باينه، من اللثه باينه في الابتسامه، وده بيدي شكل مش حلو وبيضايق جدا المرضى. يعني هم عايزين لما يبتسموا الاسنان او جزء بسيط من اللثه 2 مللي ماكسيمم اللي هو يبان. فتخيلي لو اللثه بتبان وكمان فيها التهابات، فيها التهاب، يعني كمان هناك مشكله. طب خلينا نتحدث دكتور شروق عن طرق العلاج حسب الحاله وحسب درجه يمكن الالتهاب، ما هي الطرق المتاحه اليوم للعلاج؟ اول حاجه الدكتور بيعملها بيشوف اذا كان الالتهاب بسيط ولا لا. لو الالتهاب بسيط ممكن بمجرد الروتين التنظيف البسيط في العياده مع مثلا كتابة مضادات حيوية موضعية، ممكن أحيانا بيوصف ماوس ووش أو مضمضة بيكون فيها مادة الكلوركسيدين، دي برضو يعني علشان تقلل الالتهاب، نوع معين من المعجون الدكتور بيوصفه. الحاجات البسيطة الروتينية دي بتعالج التهابات اللثة وبتلاقي نتيجة من أول أسبوع أو أسبوعين بعد طبعا التنظيف. لكن لو المريض تجاهل الموضوع ده وما اهتمش بيه قوي، الموضوع ممكن يزيد ويوصل ان الجيوب بتبقى اكبر، يعني الجيوب اللثويه بتتكون او البوكت بتبقى اعمق، وبيكون التنظيف بتاعها محتاج لتنظيف عميق ومحتاج شويه اجراءات اطول. ولو ما برضه ما تعالجتش في المرحله بتاعه الجيوب اللثويه،
بيبتدي المريض يحس ان الاسنان زي العايمه، بيقولك انا حاسس اسناني عايمه لان خلاص بدات الروابط تتاكل او الدواعم بتاعه الاسنان تتاكل، فالاسنان بتسيب او بتتلخلخ. لو ما اهتمش برضو بتوصل المرحله الاخيره اللي هي خلاص بنلاقي ان السنه نفسها من غير ما تكون مسوسه بتقع، يعني بتبقى خلاص بتتلخلخ. فلازم لكل مرحله كل ما تبتدي بدري، يعني كل ما نبتدي بدري كل ما بيكون احسن وبيكون العلاج اوسط ومدته اقصر. في الاخر بنحتاج زراعه عظم او اللي هو زراعه لثه او بنعمل عمليات، عمليات جراحيه، عمليات جراحيه، وساعات ما برضو ما بنلحقش. يعني دائما الشخص انه يتنبه من البدايه ويهتم دائما بصحه اللثه للوقايه من الوصول الى يعني مراحل صعبه يمكن، ولحتى يتفادى يمكن العمليات الجراحيه. نصائح اخيره دكتوره بتوجهها لكل شخص كيف بيهتم بصحه لثته وضل هيك دائما ابتسامته وصحته ولثته عفوا صحيح. هو اول حاجه حلو ان احنا نعملها طبعا زي ما قلتي الوقايه، الوقايه دي اهم حاجه. كل ما يبقى عندنا وعي وعندنا وعي بالاعراض وعندنا وعي بايه اللي عندنا، يعني في مرضى مش عارفين اصلا ان عندهم التهاب في اللثه ما يعرفوش. فالوعي بالاعراض، الوعي بالعلامات، ان احنا ما نكسلش الزيارة المستمرة لطبيب الأسنان للكشف على الأمراض اللي ممكن المريض ما ياخدش باله منها. كمان العناية بقى، العناية بالفم، يعني نغسل أسناننا اللي هو الطبيعي، العناية الروتينية مرتين أقل حاجة في اليوم، نستخدم خيط الأسنان، الحاجات دي البسيطة دي بتأثر جدا وبيكون ليها دور في ان احنا نحمي نفسنا من ان احنا ندخل لمرحلة متقدمة من أمراض الأسنان. أنا بدي أتشكرك دكتورة شروق تركي الاختصاصية في تجميل الأسنان، شكرا جزيلا لك. شرفت بكم ميرسي. إلى فاصل مشاهدينا ثم نعود مع أخبارنا المنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في صباح النور. صباح الخير مجددا أمين. صباح النور، يا أهلا يا أهلا. عندنا هيك اخبار منوعه لليوم. ما انا من اول ما شفت هالصوره مع هالقلب فهمت الخبر. رح يعجبك كثير الخبر. من اغرب اسباب الطلاق التي حصلت، اكتشفت انه اصلع بعد يومين من الزواج. قصه حدثت مؤخرا في مصر حيث تعرضت زوجها لصدمه وخديعه زوجها بعد ان اكتشفت انه كان يرتدي باروكه يتم نصبها على الرأس وكانت تبدو ثابتة وطبيعية. بعد ذلك نشبت مشاجرة بينهم حيث اتهمت العروس زوجها بالخداع والكذب، الذي لم يكتفي بالمشاجرة بل قام بضربها وإهانتها لتترك العروس المنزل الزوجي بعد 4 أيام فقط من الزواج وتطلب الطلاق، لكنه رفض. لذلك قامت برفع دعوة خلع ضده أمام محكمة الأسرة والتي أصدرت الحكم لصالحها. ربي معاه مسكين. شفتك عملت هيك. عملت هيك. إنه إذا الأصلع إنه هاك كمان. يعني هو مش مشكلة الأصلع، هو مشكلة أنت خبر أنك أصلع. ولكن أول ما تسمع الخبر من طلقته بسبب لأنه أصلع. صح. لا لا ما تخاف. لا يا أصلا ما عنديش مشكلة، بالعكس إنه أنا هكا ما عنديش. أنت هذا الستايل. بس على كل حال يعني الموضوع شوي بالفعل الموضوع غريب. شوي غريب انه اكيد لانه خداع. شوف هو اغلب مشاكل المعاناه بين طرفين بعد الزواج هو انه تكتشف انه هو مش كما كان قبل الزواج او هو يكتشف نفس الشيء. صح. طبعا هذا موضوع طويل ويطول شرحه واسبابه وعلاجه. يعني يمكن في بعض الامور ولكن ممكن يعني ولكن ربما قد انه نشوف الموضوع بسيط انه حاط باروكه، ولكن علاش حاط باروكه بدون ما انه تعلمها اصلا انه انت بالاساس هذيك مش يعني هوني بالفعل، لانه عندها الحق وقت بتقول هذا كذب وخداع مش غلط، لكن ربما انه القصه اخذت اكثر هون. يمكن الزوجه اخذت حق يعني كثير من النساء خليني اقول، لانه دائما بيعلقوا الرجال على النساء انه بعد الزواج بنشيل الميك اب بخافوا منا، ما في رموش عير، يعني دائما في تنمر بهيدي الناحيه. اليوم اخذت حقنا هيدي الزوجه انه عن الرجل. انت بتقول انه هي اخذت حقه، ما نحن زدراء والرجال ديما نكتشفوا انه بالعكس، يعني مش بالضرورة أنه الراجل دي ما عنده مشكلة مع أنه المرأة تتغير بعد الزواج. وعلى فكرة لو نعرف كما أصحابي أنا نعرف مش رجال ونعرف حسب لازمنا نعمله كيكا استبيان كامل، مش الرجل الكل تحب المكياج وتحب صح طبعا ما هذا لا شك فيه، مع أنه تتغير الأمور. فهذا أنه بطبيعة الحال
انه كل ما تتعرف على انسان انه تقول يا ريت انه نعرفه كما هو طبيعته. على طبيعته كما هو احسن معنى. هذاك ليش انا ظالم ما عنديش حظ بالموضوع لانه ديما على طبيعتي. خليك على طبيعتك. خلينا نمشي الى خبر اخر احسن من ندخل في مواضيع شخصيه. طيب يا سيدي عندي خبر في ما يخص العيد. هاكم تشوفوا هذا كبش العيد ونعرفوا انه كلنا نستنيه عيد الاضحى واللي يصادف ان شاء الله غدا للتضحيه بالاغنام والخرفان وان شاء الله عيدكم مبروك. فما نوع من هالخرفان هذا مرفع عليه في السنغال ومعفى من الذبح ما يذبحوش نهار عيد الاضحى واسمه كبش اللادوم. كبش اللادوم نوع من اغنام عملاقه معروفه باسم ملك الاغنام تنحدر من سلاله مختلطه الانواع المحليه وتعد من الاصناف الفاخره التي لديها مواصفات استثنائيه لذلك هي معفيه من النحر في العيد. هالاغنام هذه تحظى بحياه فاخره في صالونات خاصه ويتم تنظيفها واطعامها ويعطيوها فيتامينات وحتى تدليكها وتتميز بفراها الابيض اللامع وغالبا ما يتم شراها فقط للتكاثر والاشتراك في مسابقات جمال وليس للاكل. مدلله جدا هالخرفان اللي نحكيه عليها او الاكباش اللي نحكيه عليها ولا يستطيع سوى عدد قليل جدا شراها لانه ما تتخيلوش انه سعرها قديش يصل لانه اقل حاجه بيكون 10,000 دولار لانه عشرات الاف الدولارات سعرها وهي من اغلى الخرفان في العالم. يعني ما بعرف شو بدي اعلق قديش مدلل ملك الاكباش ملك الاغنام يعني نحن التعليق رح يكون مع الشيف مباشره. نحن مش قادرين نعلق نحن بدنا نسمع منك. الشيف كان جاي في السنغال راح ذبحه. هذا وقليل عيل كبش ايش اسمه الكبش؟ ملك الاغنام لادوم والله بيطلع له بس هو هيبه شفت ما احلى هيك خروق تحكي سياره صلاه النبي هيك ما شاء الله والله العظيم هذا استثمار ايه هاك يستعملوه للمسابقات جمال ملك جمال الخرفان اه هو ما تصورش انك يكون الكبش كبير شايف يكون طعمه طيب ولا اقسم لك لا طبعا في له العمر بوصل لعمر حسب معين حسب العمر او الحجم العمر ما لهش الحجم طلع انا ما شاء الله عمري اكم من 30 ما شاء الله قد واحد عمره 70 ما شاء الله عليك لا ما له دخل بس اقسم لك بالله مره ذبحت خروف تقول عنه سياره صالون والله العظيم ما شاء الله لليوم كتافي بتوجعني يعني بنعرف من هالتعليق انه بحياتك ما حتروح على السنغال والله بروح انا امين انا لا هو اصلا يحب نعمله مشروع انا وياه انا وياه نشوف السنغال انا حاضر والله انا حاضر تؤمر امر تفضل يا شيف. اهلا وسهلا متابعين الاعزاء كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب يهدي بالنا وبالكم. بكره العيد فلازم فطور العيد يكون مرتب ودسم. راح نعمل شويه تشكيله من اللحوم والكبده راح نعملهم بالقليات زي ما انتم شفتوا اول ما بلشنا حطينا هالقليات بنحط عليهم شويه زيت زيتون والكريم يقول خذوا ايش احنا عاملين والله ايش ما قدامي راح اعمل لا في ريسيبي ولا شيء كلياتها ملح وفلفل اسود لفطور العيد ولحمه كبده ايش عندكم اهلا وسهلا. حط شويه زيت زيتون طبعا الأهم من الزيت الزيتون اللي كنت أنا راح أنساه اللي هو اللية الرائعة طبعا هاي بتكون والله هي طازة عشان هيك أنا حطيتها بالفريزر عشان شوي تشد. هاي الذهب الأبيض هي أهم إشي بالفطور عشان بعطينا الدسم الصح والطعم الصح جاي على قلب حب هيك لحالها ربانية. بدنا نساوي أول إشي الصاجية أو القلاية قلاية اللحمة والبصل نقطع الليات شوي ناعمات أو بتقدروا تبرشوهم برش زي ما أنتوا بتحبوا إيش بتحبوا تعملوا وناخذ لنا من الشرحات هدول زي ما أنتوا شايفين نسيحهم تسيح هون نعلي الغاز عشان هاي بدها نار حامية طبعا انا وصلني انه امين بحبش اللية فما راح يجي على الفقرة تاعتي بس والله اذا ما بيجيني ما راح ياكل اشي هو حر ايش بده يساوي
نحط شوي اللي هون وناخذ لنا كمان شرحه نحطها على الكبيره. اول شيء راح اعمل البيض باللحمه، راح اقلي عندي لحم مفرومه لحمه خروف او بتقدروا تاخذوها قطع زي ما انتم بتحبوا، نقليهم. بعدين راح ادخل بعد ما اخلص تقلايه اللحمه راح احط عليه البيض وادخله على الفرن. عندي هون تقريبا نص كيلو من اللحم المفرومه، على طول راح املح واحط فلفل اسود، ملح، عندي فلفل اسود، وعندي هون شويه شطه حاره. خليهم يتطبخوا مع بعض زي ما انتم شايفين، ولا شيء ثاني، زيت زيتون شويه ليه كان الله بالسر عليه. راح نعمل الطبق الثاني اللي هو بندوره بلحمه. هاي للبندوره بلحمه، عندي برضه لحمه مفرومه، وراح نضيف عليها، قطعنا بندوره زي ما انتم شايفين هيك مكعبات صغيره، وبرضه راح نحط عليهم ملح وفلفل اسود. هي ملح وهي فلفل اسود. طبعا لما نضيف البندوره بنحط عليهم كمان رشه من الملح. بدنا ناخذ اللحمه، طبعا انتوا الحلاوه تاعتها تطلعوا من الخرفان تطبخوه، بس هي بدها شويه وقت، يعني بتكون اللحمه لساتها مش مرتاحه، لازم تحطوها بالثلاجه، الا اللي بحبوا ياكلوا ني او ياخذوا الفتايل، شوي الفتايل بتكون طريه اطرى، اللي هي فتايل الخروف، تيجي بكل خروف قطعتين، هذول بتاكلوا نيين زي ما السيد توني دائما بيعمل، يعني توني بضحي معنا بس عشان ياكل قطعتين الفتايل. نقطعهم. طبعا هذول بتحبوا تحطوا معهم بندوره، تحبوا تحطوا معهم فليفله، ايش ما بتحبوا بزبطوا. هم فعلا زي ما حكى توني هدول حرام ينعمل فيهم شيء، بتاكلوا نيين، بس ما في ناس يعني كثير بتحب الني. نقطعهم حلقات. راح نخلي قطعتين ثلاثه لتوني ياكلهم نيين. زي ما انتم شايفين باللية، لية وزيت الزيتون، شوفوا ما احلاهم. نكمل تقطيعهم عشان يكون عندنا طبق منيح. زي ما حكينا بتجيبوا الكبدة او بتكون فريش الكبدة كانت بتتاكل نية، زي ما انتم شايفين عندنا هون تاكل نية او بتنطبخ طبيخ. احنا راح نطبخها اليوم طبيخ، راح نطبخها طبيخ مع شوية بصل وفلفل حار. نقلب اللحمات. زي ما حكينا هدول بدنا نحط عليهم بيض وندخلهم على الفرن يتحمروا، وهدول بدنا نحط عليهم بندورة. ما شاء الله الدهنات ما أحلاهم. تقدر تحطوا شوية بهارات إذا بتحبوا، بس أنا ما بحب أحط بهارات، يعني عشان بتعرفوا بعدين في عنا قهوة سادة ومعمول وكل إشي، فما بدنا نتعب المعدة. طلع يا أخوان أنا كنت عازم بكرة أمين على الفطور، بس طلع راجي عازمنا على الفطور، الله يكثر خيره إن شاء الله. نحب نشكره المنتجنا الفخم، كل عام هو بخير إن شاء الله ويزيد عليه الخير يا رب. نقلب اللحمات، نقلب منيح. هاي اللحمة على طول بنضيف عليها البندورة، خليها تطبخ مع بعض، وبنحط شوي من الفلفل الحار. الفلفل الحار بعطيها طعم طيب، وراح نرش شوية ملح برضو عشان البندورة، وشوية فلفل أسود. عندنا هون تقريبا هاي نص كيلو، فهي بدها رشة فلفل أسود. هذا الفلفل الأسود كثير رائع، اللي هو الخشن يا جماعة، أحسن من الباودر مليون مرة. حطينا شوي من الشطة، بنقلبها. طبعا هاي اللحمة ما بدها استوى كثير،
نقلبها كثير منيح. بعدين بنحط معها شوي من البصل وشوي من الفليفلة الملونة. عندي الثانية هاي الصاجية الأخيرة بدنا نخليها تسيح الليات منيح. حط معها لقينا شوي بالثلاجة شوي من النقانق. قطعهم. طبعا بنبه على الكل انه يكون شوي محافظ على كميات اللحوم بعيد الاضحى، عشان وين ما تروح الا يكونوا عاملين غداء او عشاء باللحمه، وما بدنا الكوليسترول عندكم واليوريك اسيد يرتفع، فحافظوا على هذا الشيء. افطروا بس بالبيت، افطروا غدا اول يوم، افطروا غدا عادي، مسموح. طبعا في لي انا حلقه قدمتها مع العربي 1 تشرح عن كيفيه تقطيع اللحوم وايش نوعيه اللحوم المستخدمه وكل قطعه ايش هي، بتحبوا تحضروها برضه تستفيدوا. عندي هون البيض خلص وراح نفقس البيض وندخلهم على الفرن. يا سلام شوفوا هاي الأكل الدسمة. طبعا اللي معطيها الطعم ايش هي؟ اللية رشة ملح ورشة فلفل أسود، وراح أدخلها على الفرن. ايش يصير فيها؟ تستوي هيك على راحتها، تصير روعة. نقلب هدول مع بعض ونحط عليهم شوية البصل اللي احنا قطعناهم عشان يستوي، وعندي شوية بندورة كرزية برضه بتضرش تعطي طعم طيب. وبنحط هون شوية فليفلة حلوة، شوية بصل جنحان، وراح نحط بندورة والله راح أسلمه يا راجي والله. هاي تفضل يا سيد أمين، كمل باقي الحلقة عشان أنا الفطور عندي صار رائع. تحياتنا إلك وللضيف العزيز للدكتور. شكرا لك يا شيخ. نحكي أنا والدكتور أصلا قلت له الريحة وصلت هوني اليوم على مخ التقلي وتشوي ويا دوكبي. فعلى كل إذا مشاهدينا إلى موضوعنا الآن، وموضوع مهم جدا. عدد من الأسباب اللي يمكن أن تؤدي إلى فشل المؤسسات، وغالبا ما يكون الفشل نتيجة لتراكم عدة عوامل معا وليس لسبب واحد فقط. على كل سنناقش هذا الموضوع، وسعداء جدا أن يكون معنا الدكتور علي شيخون مستشار التطوير المالي والإداري. دكتور صباح الخير وعيد مبروك. صباح الفل. أهلا وسهلا. مرة فاتت قلت لي الموضوع ياخذ ساعات، حتى اليوم الموضوع ياخذ ساعات طويلة زادة. كيف أنتم بتزنقونا بتجيبونا في 10 دقائق عشان نتكلم في موضوع ياخذ 25 ساعة. 25 ساعة كيف؟ والله نقسمهم على السنة كلها. نقسمهم على السنة كاملة، كل مرة نعمله 10 دقائق. طيب موضوع مهم جدا اختي اللي نتحدثوا عن فشل المؤسسات، وقلنا انه ما قد ما لا يكون الموضوع لسبب واحد وانما الى تراكم عده اسباب. ما هو هذا الفشل؟ كيف يحصل الفشل؟ وما هي هذه الاسباب التي تسببه؟ طيب خلينا اقول اليوم يوم عرفه، كل عام وانت بخير والساده المشاهدين بكل خير، وامتنا العربيه والاسلاميه بكل خير، والبشريه جمعاء بكل خير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون العام القادم افضل من العام الحالي. الحقيقة النظر إلى فشل المؤسسات، نحن كخبراء عندما يعرض علينا حالة فشل مؤسسة ننظر إليها كمريض، وبعدين نبدأ فحص المريض. أول نقطة في فحص المريض نفحص تاريخ مرضه. المؤسسات تاريخ مرضها قد يكون ولدت مريضة، وقد يكون المرض جاء بعد مزاولة النشاط. حالة إذا كانت المؤسسات ولدت مريضة أنا أسميها مرض نقص المناعة الأيدز. أوه. إيدز الشركات. لماذا؟ لأنه الأخطر، وفي الغالب ما تنتهي الشركة يعني شبه يقين إلى الفشل، إلى الانتهاء، إلى الموت. طيب كيف تبدأ الشركة مريضة وعندها مرض بين قوسين مرض نقص المناعة؟ لثلاث أربع أسباب. السبب الأول، تبدأ الشركة بدون دراسة جدوى.
أتحدث عن الشركة، عن المؤسسة، المؤسسات المالية الربحية، المؤسسات غير الربحية، المؤسسات الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، كل المؤسسات. أي مؤسسة. أي مؤسسة تبدأ بدون دراسة، بدون دراسة جدوى. دراسة جدوى تجيب على سؤال: هل يصح أن تبدأ المؤسسة في حالتي هذه أم لا؟ إذا كانت الإجابة يجب أن تبدأ المؤسسة، فإذا دراسة جدوى صحيحة، وإذا المشروع مناسب، وإذا المؤسسة مناسبة أن تبدأ. إذا كانت الإجابة لا، فإذا لا ينبغي أن تبدأ. كثير من المؤسسات التي تنتهي بالفشل تبدأ بدون دراسة. والحقيقة ما يعرض علينا من مؤسسات متعثرة أو فاشلة أو في طريقها للفشل، بيبقى الكور في الأسباب هو أنها بدأت ميتة، بدأت مريضة مرض شديد جدا. النقطة الثانية، المؤسسة تلد بدون رؤية. رؤية يعني إيه؟ يعني بدون الإجابة على ثلاث أسئلة. السؤال الأول بيقول: من نحن؟ من أنتم أصحاب المؤسسة؟ ماذا تريدون؟ النقطة الثالثة: إلى أي شيء تريدون أن تصلوا؟ الصورة النهائية للمؤسسة بعد عدد من السنوات، هل هذه واضحة؟ غالبا المؤسسات التي تفشل لن تكون واضحة. النقطة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب مرض نقص المناعة هو غياب التخطيط. والتخطيط يجيب على سؤال: كيف نصل إلى الرؤية؟ يعني ندرس الحالة، الواقع، يسمونه في العلوم الإدارية تحليل الواقع سواء بإصوات أو بغيره، ثم استشراف المستقبل، ماذا سيكون في مستقبل هذه المؤسسة، ثم البحث عن أو تحديد موارد التي ستنفذ بهذه المؤسسة، موارد مالية، الموارد البشرية، الموارد اللوجستية، من كل أنواع الموارد تحديدها. ثم النقطة قبل الأخيرة، تحديد جدول زمني لتنفيذ النشاط. ثم النقطة الأخيرة، المتابعة والتطوير، المتابعة والرقابة والتطوير للوصول إلى صورة مثلى. هذا غالبا غايب في المؤسسات التي في طريق الفشل. دكتور غريب، لأنه هذم بالبديهيات، يعني هذا بديهي، هو بديهيات، يبقى إذا المؤسسة كان يجب أن تنجح، بما إنها فشلت أو في طريق الفشل، فيبقى هذه البديهية غير موجودة. غير موجودة. غريب أنه فهم مؤسسات ربما. النقطة الأخيرة الحقيقة مهمة قبل أن تنقلني إلى سؤال آخر، نقطة مهمة جدا في موضوع أسباب مرض نقص مناعة الشركات التي تولد به، أنا آسف، المؤسسات، اللي هو العشوائية. العشوائية أقصد بها الاختيار بدون معايير، يعني يختار النشاط دون معيار، يختار الأهداف دون معيار، يختار مكان أو موقع إنشاء المؤسسة وتقديم خدماتها أو أنشطتها دون معيار، يختار الموارد البشرية دون معيار، يختار زمن بدء النشاط دون معيار. يقينا هذه العشوائية أحد أهم أسباب فشل المؤسسات قبل أن تولد. طيب بعد الميلاد ثلاث أربع أسباب أخرى. السبب الرئيس والكور في الموضوع سوء الإدارة، ولا أعتبر أنا الحقيقة أحمل إدارة المؤسسات، أي مؤسسات أو قيادتها، النسبة الأكبر فوق 50% من سبب من أسباب فشل المؤسسات. لماذا؟ لأنه الإدارة أو القيادة هي تفعل كل الأسباب التالية أو تتلافى كل الأسباب التالية لفشل المؤسسات. يعني اتخاذ قرارات، هذه القرارات قد تكون قرارات موصلة إلى ارتقاء وتطور ونمو المؤسسة أو العكس. النقطة الثانية، اختيارهم للموارد البشرية، التي اختيار الموارد البشرية وصناعة أو صناعة مناخ أو بيئة العمل، إما تصنعها بشكل سلبي أو توجد مناخ سلبي ينتشر فيه الأنانية والشلالية وحب النفس والذات وعدم إعطاء المعلومات للغير، هذا تصنعه الإدارة. إما الشاهد أنه معظم الأسباب التي ستذكرها فورا هي بسبب الإدارة. النقطة الثانية في أسباب فشل المؤسسات بعد مزولتها النشاط، الإدارة المالية. الإدارة المالية ينتج عنها إما نقص تمويل، يا إما سوء إدارة الموارد المالية، السيولة وما حولها، يا إما زيادة الديون وارتفاعها وعدم الوفاء بها، فسوء إدارة المالية. النقطة الثالثة في أسباب فشل أو مرض المؤسسات بعد مزولتها للنشاط، غياب الخطة والرؤية أيضا. هي لن أفصل فيها كثيرا، قد تنشأ المؤسسة وتبدأ وتعمل لكن دون رؤية ودون خطة، وبالتالي يقول نهايتها إلى الفشل. السبب التالي اللي هو الجمود والثبات. الجمود والثبات يعني يظل أنشئة المؤسسة لتقدم خدمة ما تظل على هذه الخدمة، على هذه الخدمة بطريقتها، بكميتها، بحجمها، بكيفها، رغم أنه التطور رهيب جدا في العالم في كل مناحي الحياة،
وبالتالي الثبات والجمود على الحالة يقينا أحد أسباب الفشل. نقطة قبل الأخيرة هي دراسة المنافسين، عدم دراسة المنافسين. وأتحدث عن كل المؤسسات اقتصادية وسياسية واجتماعية، كل ما هو كيان له منافسين، وبالتالي عدم دراستهم من ناحية مدى تطور المنافس، مدى استخدامه للتكنولوجيا الحديثة، مدى أداؤه لأهدافه، مدى تحقيقه لرؤيته. ثم النقطة الثانية في المؤسسات الاقتصادية أو الربحية، التسعير، هل أسعاري أسعار خدماتي أو سلعي مناسبة لأسعار المنافسين أم لا، وبالتالي دراسة المنافسين. آخر نقطة في موضوع فشل المؤسسات بعد نشأتها ومزاولتها للنشاط، عدم تطوير الخدمة أو السلعة. أنا قمت أو عدم أداء الخدمة أو السلعة لتحقيق المتطلبات العميل. العميل يحتاج سلعة معينة أو خدمة ما، أنا أقدمها له بشكل غير مرضي، فيقينا سينفض العميل ويذهب إلى منافسين. طيب دكتور، مع الأسف الوقت خذي برشا في الحديث عن الأسباب اللي تؤدي للفشل، ولكن فهمنا تقريبا كل الأسباب، إن كان قبل مزاولة العمل أو يعني إن كان في الفكرة أو بعد مزاولة النشاط بالنسبة للمؤسسات. السؤال واللي نختم به مع الأسف، لأنه يعني حنختم بسرعة كده؟ أي حنختم بسرعة، ولكن آخر حاجة أنه دكتور، يعني كيف يمكن في حالات أنه موجود سبب من الأسباب تفادي ومحاولة إنجاح الشركة، يعني لأن لا تصل إلى الفشل، يعني معالجته، هل تعالج كل الأسباب هذه في ظل مزاولة العمل أم لا، يجب أن تنتهي المؤسسة ومن بعد تعاد من جديد؟ عندما نقوم بفحص حالة مشابهة أو حالة مشتكى منها، قد نصل إلى أسباب تؤدي إلى لا ينبغي ولا يجب أن تستمر المؤسسة. الأسباب مستفحلة والمرض عضال، وبالتالي الأفضل لأصحاب المؤسسة أنهم يحاولوا نشاط أو يغيروا نشاط أو ينهوا المؤسسة، وقد يكون هذا الأجدى والأنفع. لكن إذا كان هناك أمل بعد فحص الحالة ودراستها، تقييمها الحقيقة من كل النواحي، تقييم من نواحي أدائها لخدماتها ونشاطها، من ناحية تحقيقها لأهدافها، من ناحية حالة الموارد البشرية، من ناحية حالة القيادة نفسها، بعد هذا التقييم طبعا وتفاصيل أخرى كثيرة، يمكن أن نقول أن هذه المؤسسة ينبغي أو يصح أنها تستمر. وبالتالي بنحط روشتة علاج لكل نقاط الضعف أو كل المشكلات الموجودة في المؤسسة، بها نقدم تقريرا لأصحاب المؤسسة، تستطيع لو نفذوا هذا التقرير تستمر وتتفادى كل المشكلات السابقة. لكن الحقيقة يعني نحتاج هذه الثقافة في عالمنا العربي، ثقافة دراسة الحالات. أحيانا يستمر صاحب مؤسسة أو أصحاب مؤسسة في استمرار في نشاطها رغم أنه يجب أن تنتهي، وبالتالي الحقيقة العودة إلى الخبراء، العودة إلى الأطباء، هم الذين يقررون أن هذه المؤسسة الصحيحة تستمر أو لا تستمر. تستمر أو لا تستمر. طيب هات خلينا نزيد سؤال سريعا دكتور، لأنه احنا مدام أخذينا الموضوع، هل يمكن أن نقول أن هالمؤسسة مستقرة على الرغم من أنه تعاني من بعض المشاكل، ولكن ربما أنه عندها موارد، يعني لا تطور في خدماتها كما ذكرت، لا ربما أنه ما عندهاش تخطيط، ولكن تقدم في خدمة معينة أو في منتج معين، وهالمنتج ناجح عند الناس وتشتري فيه، فهي مواصلة على نفس الممول وتربح وكذا. هل يمكن أن تستمر أو قد يصل فعليا النهار وأن بهذه الحالة قد يكون المنتج يحتاجه للجمهور بالفعل، لكن أداؤه بشكل ضعيف وأداء الإدارة بشكل عام بشكل ضعيف، قد يولد مؤسسة أخرى تقوم بتقديم الخدمات، لأنه العاقلون يدرسون السوق قبل أن يبدأوا المؤسسة، فحيدرسوا السوق يجدوا أن هذه الخدمة أو هذه السلعة مطلوبة جدا والمنافس ضعيف جدا، وبالتالي ينشأ عن هذا إنشاء مؤسسة أخرى. تستمر في تقديري لن تستمر كثيرا إذا ثبتت على حالها دون تطوير، المؤكد أنها ستقف وتنتهي عند نقطة معينة من الزمن. طيب آخر نقطة، في حال وأنه كله متوفر كأسباب، ولكن إدارة الموارد البشرية ربما قد تكون ضعيفة جدا أو فيها نوعا ما ماشي في مصلحة الموظف، هل يمكن أن تستمر أيضا المؤسسة أو قد أنه تتأثر بشكل؟ في تقدير المؤسسة مكون أو كيان متكامل، لازم قيادة مناسبة، قيادة واعية، قيادة متطورة، قيادة تناسب الحالة، لازم موارد بشرية مختارة بكفاءة عالية جدا، متنوعة متخصصة، لازم موارد مالية تناسب المطلوب،
مجموعة من المتطلبات ينبغي أن تتوفر لتستمر، عدا ذلك لا ينبغي أن تستمر. الحمد لله زدناك أكثر شوية من 10 دقائق دكتور، مش ما تغشش علينا مرة جاية نرجع نعاودوا إن شاء الله ناخذ الموضوع من زاوية أخرى. شكرا لك دكتور علي شيخون مستشار التطوير المالي والإداري، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. كنت بالصحة والعافية. شكرا لك. مشاهدينا نحن إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا، سنتحدث عن الاحتيال الإلكتروني في فقرة تكنولوجيا، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، والآن موعدنا مع فقرة تكنولوجيا. موضوع إذن مش نطرحه اليوم، إذن طرحناه على وسائل التواصل الاجتماعي، قلناه في بداية حلقتنا، وفي انتظار تفاعلكم معنا مباشرة على رقم الواتساب، وأيضا يعني نتابع معكم ما كتبتوه من تعليقات لموضوع الاحتيال الإلكتروني واللي يتعرض له الكثير، خاصة في عصر أصبحت التكنولوجيا تتطور فيه بشكل متسارع جدا. سنناقش هذا الموضوع، وسعداء أن تكون معنا الاختصاصية في التكنولوجيا ابتسام الغفاري. سيدة ابتسام صباح الخير. يا هلا صباح الورد، إن شاء الله كل عام صحة بخير. الحمد لله يسلمك. إذن اليوم نحكي عن الاحتيال الإلكتروني، حاجة أصبحت موجودة في حياتنا يوميا، مش فقط أنه هكا نسمع بها فقط، وكلنا عرضة للاحتيال الإلكتروني. طبعا أول شيء كل عام وانتم بخير. يعيش الاحتيال الإلكتروني. أول شيء لو نعرفه بشكل عام، هو نوع من الحيل أو الخدع لاكتساب معلومة أو شخصية، سواء تكنولوجيا أو غير تكنولوجيا. ممكن تكون عن طريق التكنولوجيا لكن ما تكون هي أساسا تكنولوجيا، وممكن تكون تكنولوجيا ببرمجة وبأجهزة معينة أو نظام معين يتم التحايل، أو برامج يتم التحايل فيها وينال المحتال من المستخدم. هذا أول شيء. الاحتيال الإلكتروني طبعا هو من أشهر وأسهل أنواع الاحتيال في العالم، لأن الواحد يعني هو في مكانه ممكن يحتال على واحد في دولة بعيدة في أي مكان في العالم، فهي عشان كذي تكون سهلة. طيب برشا أنواع شائعة، لو أردنا أن نذكر هالأنواع الشائعة من الاحتيال الإلكتروني. الأنواع الشائعة طبعا العادية، مش شرط أن يكون المحتال مبرمج أو إلكتروني، أو ممكن هو مخادع أو محتال، ممكن يستغل بعض البرامج ويحتال عليها بطريقة ما، يتعامل معها بطريقة ما عشان يحتال على المستخدم. ممكن عن طريق مثل المنتشر حاليا الرسائل الإلكترونية، الروابط المنتشرة عن طريق بعد أيضا الواتساب ولا الاس ام اس، ممكن عن طريق الهاتف بالمكالمات التليفونية، ممكن إرسال بعض البرامج أو بعض الشفرات المعينة للأجهزة عشان يتم سهل اختراقها وسرقة البيانات منها. ففي كذا طريقة، كذا طريقة وأكثر من طريقة. طيب احنا اكثر حاجة نحب نحكي عليها اعتقد، واللي معناها انه يعني ومنها برشا ناس وعدد كبير من الاشخاص، هي فكرة الاحتيال على الحسابات البنكية والتليفونات. أيوة. اللي تصلنا مع انه تعطينا رقم الاو تي بي وكذا على اساس انه الاتصال هو من بنك. الموضوع هذا مع الاسف يحصل مع عدد كبير من الاشخاص في حال وانه لا يعلم انه هو فعليا هو البنك اللي متصل فيه، يعني احيانا حتى الرقم يكون من جهه اخرى خارجيه ولكن الاسم مكتوب عليه مثلا يا اما نفس اسم البنك او البنك المركزي او حاجه تغلط. يعني يجب انه الانسان احيانا ينتبه حتى للرقم، انه الرقم اصلا مش من البلد. هذا قاعد يحصل مع عدد كبير من الاشخاص، ومع الاسف عدد كبير من الاشخاص يخسروا في مبالغ كبيره من حساباتهم. هو حتى احيانا الحين سهل جدا انه هو الهاكر او المحتال ممكن يكون يستغل رقم من أرقام البلد نفسه وهو مش موجود في البلد. لكن إذا أنا ما كنت طالبة من البنك، أو مثلا لنفرض أنه كان بنك، من البنك خدمة معينة أو أي شيء عشان يردون يتصلون فيني، أكيد ما ليش هم متصلين فيني. البيانات، إذا في البيانات أوكي طالبين تحديث بيانات، ممكن أنا أقول له أوكي خلاص مع السلامة، أنا أتصل في البنك بنفسي وأتأكد من الموضوع. جدا مهم أن أنا أتأكد بنفسي من المصدر الرئيسي للاتصال هذا، لأي كان، سواء بنوك سواء شركات مؤسسات أي شيء، حتى لو كانت أشخاص
احيانا في ينتحلون انتحال الشخصيه صحيح. لطلب الاموال صحيح. وممكن شخص ممكن يدخل من رقم شخص يعز عليك. حتى شفت هذه اللي هي ممكن في انواع من الاحتيال انت ما تحس فيها، المستخدم ما يحس انه تم الاحتيال عليه ولا بتحس. ليش؟ لانهم يسرقون بعض البيانات من عندك وانت ما تدري. اوكي، يستغلون البيانات هذه في اشياء ثانيه وانت ما تعرف اصلا. يعني هو هذه من انواع الاحتيال، يعني ممكن ياخذ ممكن دخل تليفوني وخذ ارقام التليفونات كلها ويروح من وراي، يروح يتصل، ممكن يستخدمها في اعلانات، يستخدمها هو مستفيد من وراي. فهمت كيف؟ انه ممكن يستخدمها في اعلانات، ممكن يستخدمها في اتصالات. يعني مش يعني فقط موضوع انه بشيخ وحاجه من عندك انت مباشره، قد يستغل بياناتك انت نفسها، ارقام الهواتف وكذا. هو مستفيد، هو مستفيد، هو ممكن يبيع الارقام هذه، ان ارقام ريال، ارقام حقيقيه، مش ارقام عشوائيه، ارقام حقيقيه لاشخاص، ناس حقيقيين يبيعونها لممكن شركات اعلانات، شركات. شفت هاي المسجات اللي تجيك بشكل يومي تقريبا، هاي كلها بيع البيانات، وممكن انت اصلا ولا مره تعاملت مع هالمؤسسه او هالجهه، وليش ترسل لي انا وين لها رقمي؟ اي صحيح صحيح. فهي بهذه الطريقه تم بيع البيانات، هو مستفيد من بياناتي انا وانا ما ادري. طيب الادوات اللي يمكن يستعملوها الناس في، طبعا اهم شيء اللي هو تجاهل هذه الرسائل اللي يعني وانتبه عليها. ترى اغلب الاحتيال يكون ممكن يكون جهه معروفه وانا اتعامل معاه وكل شيء، لكن الاختلاف ممكن في الرابط بحرف، يعني اللي هو يستغلون عدم التركيز او عدم انتباه المستخدم. وايضا ممكن يكون يعني من ضمن الاشياء ان انا اسوي التحري بخطوتين، تاكد بخطوتين الدخول لاي سواء مواقع تواصل او اي شيء. ايضا في الكمبيوترات لازم طبعا اللي هو وضع برامج حمايه من الفيروسات، التحديث المستمر للبرامج في الاجهزه سواء الهواتف ولا التابلت، التحديث اول باول، لان اغلب التحديثات تكون تسكر بعض المنافذ اللي تكون مفتوحه لبعض الهاكرز او المحتالين. يعني اي تحديث قد يكون مساعدنا في الموضوع، بالعكس طبعا يحمي بشكل كبير. اكيد يحمي. واغلب يعني هو ممكن التحديث ما تشوفه يعني في التغيير الواضح، لكن هو مهم انه يسد ثغرات. طيب اخر حاجه، هل من امثله ناجحه على حالات للتصدي لهالاحتيال؟ يعني طبعا مثال واضح يعني الصراحه في كاس العالم. يعني انا كنت اتابع الموضوع فسمعت انه كان فعلا يعني كانت في اختراقات جدا كبيره، فالحمد لله تم التصدي لها. وطبعا احنا عندنا الامن السبرالي قوي جدا والحمد لله. ف يعني هو لازم يكون في تحديث دائم ومستمر، ابديت دائم ومستمر لهالامور، نكون واعيين على طول. ليش؟ لان التكنولوجيا في تطور مستمر، والطرق الاحتيال وطرق الخدع مفتوحه يعني متاحه للجميع، يعني وسهله تكون وسهله جدا في التعامل معها. فعشان كذا لازم احنا نكون حذرين، احنا ننتبه على المواقع. موقع مثلا خبر ما احتاج ان انا اعرفه، ما اتخلى، ممكن انا ابحث عنه في جوجل، اسلم ان انا افتح الرابط. بالضبط. طيب خد خلينا نذكروا سريعا المشاهدين كنصايح ناخذوهم بعد باش ياخذوها مره واحده من عنا. الانتباه بشكل كبير كما قلنا لكل ما يصلنا من رسائل وكذا. انت فزت بجائزه؟ انا انت اقول لك انت فزت بجائزه. ديما فزت بجائزه قيمه جدا جدا، مبلغ خيالي. وممكن يكون عارفين انت مثلا، ممكن يكون طبعا مثل ما قلت لك مسرقه البيانات، عارفين انت وين كنت. تعال انت فزت في هالمكان مثلا، عطنا بياناتك، عطنا رقم بطاقتك الشخصيه. يعني انا بنفسي صار معي، قالوا لي شوفي حتى السيم كارد تبعك، انت فزتي والسيم كارد تبعك ينتهي بهذه الحروف، هذه الارقام. وصدق يوم شيكت فعلا كان نفس الارقام. طلع ايش؟ طلع ان قطر كلها نفس الرقم. انا يعني اتصلت للشركه نفسها وتاكدت، قال لي ترى قطر كلها نفس الرقم. فهم عارفين هذه النقطه، احنا ما نكون احيانا في اشياء ما نعرفها، لكن هم معمم، هم اللي يستغلون هالشيء. مهم جدا الشيء هذا، يجب الانتباه دائما الى الاحتيال وطرق الاحتيال، خاصة أنه سهلت جدا كما ذكرنا، والتطور التكنولوجي ساهم في زيادتها بشكل كبير. نحن نشكرك جدا، شكرا جزيلا لك الاختصاصية في التكنولوجيا، وإن شاء الله نتمنى لك عيد مبارك عليك وعلى عائلتك. كل عام وأنتم بخير. شكرا لك.
والآن مشاهدينا إلى تقرير. وفي رام الله أقيمت وقفة تضامنية لدعم مرضى السرطان في غزة والذين يعانون نقصا في الدواء والغذاء. تفاصيل أكثر دعونا نتابعها في هذا التقرير ونعود. فويس روم غازا هو عمليا مشروع لمريم اليوم عملته، هي كتظاهره فنيه اللي نقدر احنا نسلط فيها الضوء على مرضى سرطان غزه، لانه مرضى سرطان غزه هن من الفئات المهمشه واللي ما عم بنحكي حتى عنها في الاعلام. من بدايه العدوان عندنا 10,000 مريض سرطان اليوم بدون علاج، بدون غذاء، بدون دواء. منهن من لما بلشنا نحكي عنهن لليوم عم نحكي على مينيموم 3-4,000 فقدوا استشهدوا، اللي هن مش من القصف، نحكي من عدم توفر العلاج. اختي مريضه سرطان رحم واحنا برفح حاليا ومحاصرين من الحل، وهي بتحتاج لعمليه ومعها نزيف هسه، قدمنا لتحويل بس لحد الان ولا شيء طلع. الأطفال بالنسبة لنا هم جزء حساس وجزء بالنسبة لنا أقل شيء أن نقف معهم وأن نقول لهم نحن معكم. كلنا لدينا أطفال، وهاي الأطفال هم المستقبل بالنسبة لنا، فأقل شيء أن نكون في هاي الفعاليات التضامنية. نحن فلسطينيون رغم كل الحواجز سنكون يوما في غزة وسننتصر بإذن الله. وهي الفعالية أنا بلاقي إنها كتير مهمة جدا، عرفنا أكثر، في رسائل من كل الأطفال، رسائل مؤثرة هون على الجدار كتير أثرت فينا. إن شاء الله بتخلص الحرب وإن شاء الله بيستطيعوا هؤلاء الأطفال إنهم يطلعوا ويتعالجوا ويحصلوا على حياة كريمة بيستحقوها زي أطفال العالم. مشاهدينا، التحيز البحثي ينتج عن تأثير عوامل شخصية ومجتمعية ومؤسسية في توجيه البحث العلمي في مرحلة أو أخرى من مراحل إنجازه، وقد يتسبب أحيانا في أضرار كبيرة على البحث العلمي، لكنه في أحيان أخرى قد يكون ضروريا ومثمرا. لمناقشة أنواع التحيز وطرق التعامل معها خاصة في دراسة الخطاب، ينضم إلينا دكتور لؤي خليل، أستاذ النقد الثقافي في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة قطر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، تسلم يا رب، شكرا. موضوع التحيز يعني موضوع كبير ومتشعب وموجود في حياتنا. خلينا نبدأ بالتعريف عن مفهوم التحيز. ما هو التحيز؟ التحيز يمكن أن ينظر إليه من زاويتين. زاوية لغوية، مجمل التعريفات الخاصة باللغة تأخذ التحيز إلى مرحلة الميلان، إما الميلان من جهة إلى أخرى أو الانضمام إلى جهة دون أخرى. وفي الاصطلاح يمكن أن ينظر إلى التحيز، هذا طبعا هنا أنت تنظرين لمعنى لغوي، في الاصطلاح يمكن أن ينظر التحيز على أنه معطى إنساني. معطى إنساني بمعنى أنك أحيانا قد تتحيزين إلى الثقافة التي تنتمين إليها، قد تتحيزين إلى الآراء التي تؤمنين بها، قد تتحيزين إلى هوى من الأهواء، هوى معين، قد تتحيزين. في هذه الحال طبعا لنلاحظ مسألة، المعطى الإنساني، التحيز بمعنى المعطى الإنساني ليس تحيزا بمعنى السلبي، ليس حكم قيمة سلبي. التحيز بمعنى حكم القيمة السلبي هو النوع الثالث، بمعنى أنني أتحيز ضد الحقيقة، أتتحيز ضد مجموعة من الأدلة أمامي، لكن يمكن أتجنب ذلك وأتحيز إلى شيء آخر، مثل أن يتحيز حكم مباراة إلى فريق ضد فريق على الرغم من وجود الأدلة والظواهر الدالة على عكس ما ذهب إليه. يعني هناك إيجابيات وسلبيات. نعم. سندخل في تفاصيل. نعم. هذه، ولكن بداية نريد أيضا أن ندخل في موضوع التحيز البحثي. نعم. ما هو التحيز البحثي؟ لماذا يحصل؟ وما هي خلينا نقول عوامله؟ الانتقال إلى التحيز البحثي هذا يعني أننا سننتقل من التحيز من حيث هو معطى إنساني مقبول وحتمي ولا يمكن الفكاك منه، إلى تحيز من نوع آخر. لأننا عندما نتحدث عن البحث العلمي يعني أننا نتحدث عن العلم، نتحدث عن المعرفة، نتحدث عن المنهج، عن أدوات معرفية، أدوات منهجية، صندوق أدوات منهجية، أدلة، براهين. في مثل هذه الحال التحيزات هنا لا ينظر إليها على أنها تحيزات خالية من أحكام القيمة، بل هي تحيزات مشبعة بأحكام القيمة. حتى نضرب مثال حتى يتضح الأمر للمشاهد أو المستمع، التحيزات في البحث العلمي تنقسم باختلاف الحقول المعرفية. يعني
في البحث في الأبحاث العلمية التي تنظر إلى الأعمال الميدانية. هناك تحيز سببه الاستقراء الناقص، يعني بمعنى أنا أريد أن أخذ وجهة نظر طلاب مثلا جامعة قطر حول قضية معينة، فأخذ 4 أو 5 طلاب ثم أعمم هذه النتيجة على الباقي، هذا استقراء ناقص وتعميم خاطئ. هناك استقراء موجه، أريد لو أخذنا نفس الطريقة أن أريد أن أخذ وجهة نظر هؤلاء الطلاب، فيمكن أن أخذ وجهة نظر البنات فقط، هذا استقراء موجه لأن أخذ شريحة وجهة نظر شريحة معينة. هنا هذا الدراسات ذات الطابع الاجتماعي أغلب التحيز فيها يقوم على هذا الاستقراء الناقص. هناك حقول معرفية أخرى مثل الحقول الإنسانية، العلوم الإنسانية، هناك تحيزات من نوع آخر قد تأخذ أخذ شقين، إما التحيز اللغوي، وأضرب مثال، هناك بعض الدارسين من يود أن يعيد النظر أو يقدم ما يسمى تجديد خطاب، فيقوم أحياناً بتجاهل بعض المعاني اللغوية للمفردات والاقتناص معنى آخر. مثال، أحد الدارسين قال الصلاة بمعنى العبادة التي نقوم بها، هذا استعماله بهذا المعنى غير صحيح، لأن الصلاة في المعجم اللغوي تدل على الدعاء، فقال الدعاء هو المطلوب وتجاهل المعنى الاصطلاحي حتى يعرف الجمهور ما معنى ذلك، لماذا اللي هناك اصطلاحي ولغوي. أضرب كلمة السيارة، السيارة الآن المعنى الاصطلاحي هو هذه الآلة التي نركبها، لكن السيارة في المعجم هم الجماعة الذين يسيرون، فلا أستطيع أن أتجاهل المعنى الاصطلاحي وأخذ المعنى اللغوي، هذا النوع من التحيز وتحيز لغوي. هناك تحيز آخر في داخل هذا المعطى أو داخل الحقول يتعلق بالتأويل، أن أقوم أنا بتأويلات أحيانا لا يسمح بها الظرف أو لا تسمح بها العينة الموجودة أمامي. نوع آخر من التحيزات، وكنا نتحدث قبل الهواء حول هذه المسألة، أن التحيزات في الطابع الإعلامي مثلا، أعطيك مثال، المؤسسات الإعلامية مختلفة في تناول الأحداث السياسية والأحداث الثقافية. أنت تعلمين وكما أنتم تعملون في مجال إعلامي، يعني أن بعض المؤسسات الإعلامية أحيانا يأتيها الدراسة وتأتيها النتائج لكنها تقدم خبر لأنه مهم بالنسبة إليها، تتحيز إليه، وتؤخر خبر آخر هي لا تريده. مؤسسة أخرى تقوم بالعكس في نقل الأخبار، مثلا الآن ما يجري في غزة، ستجدين هناك بعض مؤسسات الإعلامية تتحدث عن الموتى هناك لأنهم شهداء، هذا تحيز لفكرة معينة، حتى المصطلحات تتغير، حتى المصطلحات بعضهم يقول موتى وقتلى، إذن هو متحيز لفكرة محددة مسبقة. فالتحيزات تختلف من مجال إلى مجال آخر. طيب بالتحيز، يعني تحدثت عن التحيز العلمي البحثي، يعني هناك بعض الحقائق والمعلومات التي يجب أن تكون متاحة ومتواجدة بشكلها الصحيح، هذا التحيز يعني ما بيخلق هيك بعض، يخلق بعض الجدل حول هذا الموضوع، بمعنى أنه ممكن أن تكون هناك مغالطة ربما لبعض هذه المعلومات. نعم، هذه إشارة مهمة، لأنه احنا تحدثنا قبل قليل عن التحيزات من حيث هي معطى إنساني أو التحيزات التي تفرضها الطبيعة البحثية، لكن هذا سؤالك يقود إلى هو مؤداه هو الحديث عن التحيز الخطر. والتحيز الخطر كما تفضلتي قبل قليل عندما يكون هناك تحيز ضد العدالة، تحيز ضد معطيات كما تفضلتي أدلة وبراهين أمامي، أنا تحكم يتحيز الحكم مثلا أو حتى عفوا القاضي، القاضي أمامه مجموعة من الأدلة والبراهين لا يمكن في مثل هذه الحالة أن يكون متحيزا، هذا التحيز هنا يصبح تحيزا خطرا. تحيز آخر، أضرب لك مثال، بعض المؤسسات الأدوية منذ شهر كانت هناك فضيحة عن إحدى المؤسسات، أن هناك دواء أجروا له مجموعة من الأبحاث، وثلاثة أرباع الأبحاث قالت أنه هذا الدواء الآثار الجانبية له كبيرة جدا، لكن هذه المؤسسات تجاهلت هذه الأبحاث وأظهرت فقط البحث الذي لم يتحدث عنها، هذا تحيز خطر لأنه يؤثر في يؤدي إلى مخاطر وتسبب مشاكل ربما. هذا ليس تحيز بالمعطى الإنساني وليس التحيز المقبول يعني. طيب بالنسبة للاهتمامات بدراسة خطابات الناس والتحيز في هذا الموضوع، كيف يمكن أن يؤثر؟ أولا لاحظي أنه متى بدأنا نهتم بخطابات الناس؟ إذا نظرت أننا بدأت نهتم بخطابات الناس تقريبا مع بداية مطلع هذا القرن، القرن 21، سبب ذلك أو حتى منتصف النصف الثاني من القرن الماضي، بسبب أن ظهور ما يسمى بالدراسات الثقافية أو النقد الثقافي التي تنبهت إلى أننا الآن نعيش عصر الثقافة، بمعنى أننا أدركنا أن كل حركة يقوم بها الإنسان هي حركة مقادة بقبل ثقافة ما، بمعنى طريقة الرداء الذي ترتدينه وراءه ثقافة، الرداء الذي ارتديه وراءه ثقافة،
الكلام الذي أقوله وراءه ثقافة، الأكل الذي أكله وراءه ثقافة. فانتبه العلماء أن الثقافة محرك أساسي، إما أن تكون بقوة ظاهرة أو تكون ما يسمى الثقافة الناعمة، القوة الناعمة التي تأتي عبر الأغاني والمسلسلات والأفلام الآخر ما هنالك. هذه الدراسات قادت إلى فكرة مهمة، أنه لا يوجد لغة بريئة، كل اللغات بالضرورة متحيزة. إذا كانت اللغات متحيزة ولا يوجد لغة بريئة، هذا يعني أن الإنسان إذا تكلم فبالضرورة من خلال كلامي أستطيع أن أكتشف الأنساق المضمرة والتحيزات التي تدفعه إلى التفكير. أضرب مثال حتى يكون الموضوع واضح. بعد ضربة 2011 في أحد الخطب التي ألقاها بوش، أذكر في حينها وتحدث وذكر كلمة حروب صليبية، ثم بعد ذلك اعتذر الجهاز السياسي لبوش، اعتذر أنه لم يكن يقصد ذلك، لكن كل الدارسين قالوا أن هذا يدل على إيديولوجيا معينة تحرك بوش في تلك المرحلة. أو لنضرب مثال آخر، تعلمين أنه بعد النكسة التي تعرض لها مجموعة من الدول العربية، لدينا مجموعة من اللاجئين هاجروا إلى أوروبا، وكان هناك موقف سياسي صارم من اللاجئين القادمين إلى أوروبا، لكن عندما حدثت الحرب الروسية الأوكرانية قال هؤلاء بعض الساسة الأوروبيون، قالوا جملة خطيرة ومتحيزة، قالوا علينا أن نقبل هؤلاء المهاجرين القادمين من أوكرانيا. لماذا؟ لأنهم بيض وعيونهم زرقاء ويشربون المياه الغازية التي يعني نشربها. واضح كان التحيز، فواضح التحيز من هذه العبارة. مثال آخر في بلادنا في المجتمع العربي الذي نعيشه، تذكرين أيام كورونا لا أعاذها الله، سمعنا بعض الخطابات من فنانين كنا نحترمهم ونقدرهم، فنانين في المنطقة العربية، بدأوا يقولون أنه يجب أن نعطي الدواء لأبناء البلد ولا نعطيه للمقيمين، فبدأني تنتبه أن هناك تحيزات بدأت تظهر في الخطاب. هذا هو المهم، أن أهمية الخطاب أنه ينقل لك التحيزات التي يؤمن بها الشخص وتحركه أحيانا بوعي أو بدون وعي. هذا الذي دفع هؤلاء إلى دراسة مثل هذه الخطابات. أو حتى إذا كان معي وقت، تفضل. لاحظي أن كل الأمثلة التي ضربناها هي أمثلة لأشخاص لهم تأثير، لهم تأثير، وهؤلاء بالفعل. علينا أن نعي الآلة التي تحرك سلوكهم الخلفي، لأن تأثيراتهم ستطالنا مباشرة. طيب، هل يمكن أن ندرس أيضا الكلام الذي يقول به عامة الناس؟ متى ندرس الكلام الذي يقول به عامة الناس؟ إذا تحول هذا الكلام وأصبح كلاما جماعيا. تذكرين ويمكن كل الوسائل الإعلام تحدثت عن أحد الفنانين الذي مؤخرا ذهب إلى الملعب ليغني أغنية في ظل ما يجري الآن في غزة، فقام الجمهور وأدار له ظهره، كان لديه موقف آخر. نعم، وكان يغني لغزة، هذا تحيز جماعي واضح له دلالة. طيب، يعني هذه التحيزات، بما أن يعني شريحة كبيرة من المجتمع من المؤثرين خلينا نقول على هذا المجتمع، كيف يمكن التعامل معه وأنه يعني لا يؤثر علينا بشكل سلبي؟ شوفي، لا نستطيع أن نتجنب التحيزات، لا يمكن أن نتجنب التحيزات، لأن التحيزات موجودة في داخلنا بالضرورة. أنا عندما أنشأ وأنت عندما تنشأ، عندما كنا أطفال، عوائلنا ربتنا بالطريقة التي تناسبهم، وبالتالي نشأنا لدينا مواقف من العالم يتناسب مع الثقافة التي أوصلت إلينا، فشئنا أبينا علينا أن نفعل ذلك. ضربت لك مثال وأعيده الآن عن التذكري، يعني هيك سريعا أنه نتفادى خلينا نقول أو كيف نتعامل لتقليل من الأثر السلبي علينا. شوفي، إذا كنا نتحدث عن التحيز الثقافي أو التحيز البحثي، فآليات التفادي مثل هذا النوع من التحيزات هو بإنشاء مؤسسات بحثية، مؤسسات بحثية، مراكز بحثية، لا يبقى الأمر منوطا فقط بأشخاص لهم توجهات محددة. لاحظي معي، عندما ظاهرة معينة، عندما تدرس من أكثر من شخص، من أكثر من مؤسسة، النتائج هنا يمكن أن تكون أكثر علمية، لأنها قدمت من وجهات نظر مختلفة وليست من وجهة نظر واحدة. لعلي أتذكر أنا مثل الحديث النبوي الشريف، هناك ما اتفق عليه يكون على درجة عالية من المصداقية، وهكذا. إذا كانت لدينا مجموعة من المؤسسات ومجموعة من المراكز، وقمنا أيضا بمسألة أخرى، أننا ليس فقط نقوم بمؤسسات بحثية ومراكز، علينا أن نرفع من سوية الباحثين بإقامة بإفشاء أو نشر آليات الوعي العلمي، نشر آليات البحث العلمي، نشر التفكير المنطقي، نشر التفكير البناء، التفكير الناقد، حتى يصبح المتلقي أيضا لا يتلقى ببراءة، لا يتلقى بسذاجة، عليه أن يتلقى بوعي، ما مجرد أن يسمع كلمة يصدق ولا ينتبه إلى ما هو مخفي خلف هذا الذي يسمعه. أعتقد عند ذلك يمكن أن نخفف
قدر الامكان من هي يعني موضوع تقبل يمكن نعم. الاخر نعم. نقتنع انه في دائما وجهات نظر مختلفه، هذا ممكن يوصلنا لمرحله يمكن اسمى واهم بالتعامل مع نعم. بعض. نعم يعني اذا ادركنا التحيز سنفعل هذا صح. اذا ادركنا التحيز معطى انساني سنقبل بعض. انا بدي اتشكرك دكتور لؤي خليل استاذ النقد الثقافي في قسم اللغه العربيه وادبها في جامعه قطر، شكرا جزيلا. شكرا شكرا لاستضافتك. شكرا مشاهدينا، إلى فاصل ونواصل بعده القسم الأخير من صباح النور، ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، صباح النور من جديد يا عهد. صباح الخير أمين. وصباح النور إلى كل المشاهدين. يلا خلينا نمشي إلى تونس مباشرة وتقريرنا مشاهدينا، حقول معلقة من التين في منطقة إدجية بمحافظة بيجة شمال تونس واللي تحظى بسمعة عالمية بسبب انتاجها الكبير للتين مرتين في العام، حيث نجح المزارعون هناك في تصدير ثمارها إلى دول العالم. التين في تونس نسميه كرموس، خلينا نتفرجوا في هذا التقرير عن الكرموس وراجعين. تجب جالبة للحضارات، تجب فيها الماء، فيها التربة الخصبة غنية بالليسان مينيرو، غنية بالمعادن، هذا مما جعل تجب يعني ولات كلها حدائق معلقة من التين. من التين أنا كنقول والتيني والزيتوني وطور سنين، يعني بلادنا هي بلد تين، بلد مباركة. الكرموس هو موروث شعبي، موروث قديم جاء من العهد، عهد أجدادنا في العهد الروماني جاءت الثمرة هذية وتوارثت من أجدادنا للأحفاد الكل، وأصبح الكرموس هو يمثل منتوج رئيسي في تحريك الاقتصاد في المنطقة هذية، دونك هو يمثل فك عزلة للأهالي. على فكرة بيجة من أحلى المحافظات التونسية، يعني ولاية تتميز بإنتاج غزير جدا معناها من ناحية الفواكه والغلال، وطبعا معروفة برشا زادة بحاجات أخرى اللي هما الجبن والريجوتا والأجية ذيك كل يعني إنه هاك حلوة جدا يعمل دعاية والمنطقة جبة هذه نسميها جنة نحن على الأرض لأنه مزيانة جدا معناها جميلة جدا صراحة طبيعي. حسب ما شفنا بالفعل يعني مزيانة وحلوة كتير وما في أطيب هيك من الفواكه الطبيعية اللي بتطلع بالأرض. صحيح إيه. يلا خلينا نمشيو للشيف قبل ما يضربنا لانه ما عند الخواريف الطبيعيه. ها مستعد؟ ما طولنا شوي، دليه ناطره تنزل بالمقلاي. كرموس كرموس ايش اسمها؟ كرموس 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 كرموس. تعرف ان انا من اكثر الفواكه اللي بحبها الكرموس، والله اقسم بالله ما لنجيب لك من تونس معايا كرموس. والله يا اخوي ما شفت منك غير الهريسه، والله ما شفت منك غير الهريسة، وبتجيبها على أساس إن إحنا نستفيد منها أنت بتيجي تاكلها. يا رجل بدناش لا هريسة ولا إشي منك، خلص روح انبسط بس. قال أجيب لك منها، بحملنا جميلة على الهوى وقدام الناس وأنا بدي أجيب لك كرموس، والله ما شفنا منه إشي. فيك ترد بعيد؟ خلص ما في. وين صرنا يا شيخ؟ يا بنت الحلال الحقي تعالي عندي وخليه هذا الهم. يلا ركز زين لعندك يا أمين. أهلا وسهلا. لا والله بمزح يا أمين، اللي منك بركة دائما، بس والله ما شفت منك غير هريس. أهلا وسهلا متابعين الأعزاء. كنت أساوي الحمص باللحم المفرومة بس الأستاذ راجي خربطني والله وحطيت كل اللحم المفرومة لقلاية البندورة وللحم البيض، فقطعت شوي من الفتايل مع شوية لية. هون عندي شوية لية سايحة على طول على الكبدات اللي بتشح ياي. يا سلام
عندي هون النقانق صارت جاهزة أو السجق أو اللي أنتم بتحكولها إيش بتحكولها، بنرش عليها شوية بقدونس. عندي هون الصاجية برضو صارت جاهزة ما شاء الله، تعتها بتشهي روعة زي الزبدة زي الزبدة، برضو بنزينها هيك بشوية بقدونس وشوية تشيلي فليكس، وبنحط لنا كم من قرن فلفل حار على الوجه هيك، حلوين طيبين. نشوف البيض شو صار فيه كمان، ما شاء الله الكبدة واللحمة هاي حطيت عليها أنا ملح وفلفل ولا لا؟ راجي حطيت ملح وفلفل ولا لا؟ مدام أنت متبع لكل الكاميرات، إذا أنت متبع لكل الكاميرات احكي لي لا ما حطيتش، تاركني هيك. هاي ملح وهاي شوية فلفل هون، ونحط هون شوفوا شوفوا، نحط شوية دبس رمان. يا سلام يا سلام، هذا دبس رمان هيها. لا رجع لي الكاميرا نفسها لو سمحت، شوفوا كيف، شوفوا ما أحلاهم، شايفين شايفين. وهون بنحط شوية، بنحط شوية لحمة، والله لازم نرفعهم هدول. شوف البيض شو صار فيه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا 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 شوفوا، والله ما هو فطور عيد، حلفكم بالله ما هو فطور عيد. شوفوا ما أحلى، طلع طلع الليات، شايفين اللية، شايفينها شايفينها ولا مش شايفينها؟ شوفوا ما شاء الله، إشي مفتخر إشي مفتخر. ايش مال الروائح؟ ايش بس فهمني ايش مال الروائح صراحه؟ لا لا سمعني ايش مال الروائح، جينا نركض مع الروائح. الله عجبتك الروائح ولا لا؟ يعني لا لا انت صوت خنوت ولا ساعه؟ شوف شوف بالله عليك ما هو عيد، بالله عليك ما هو عيد. والله عيد، صلك كل عام وانت سالم ان شاء الله الصحه والخير. شوف 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 حمص وعجوه، حمص باللحمه يا بابا، بس احنا سمعناك باللحم الحمص. هاي هاللحمه شوف، في حمص باللحمه. اه فما حمص اي على الاكثر ولا يا استاذي؟ الله يعطيك الصحه يا شيف. لا وراها راح نعمل له شوية. لا 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 ما بدنا حوادث لو سمحت. التكسير على أمين، أمين التكسير على أمين. هذا شنية هاي لحمة بدي أسوي لك إياها على الجرجير هيك. متذكر لما مرك راجي غار منك عشان سويت لك إياها؟ هاي بدي أرد أعمل لك إياها مرة ثانية. شوف الشرحات اللحمة هاي هيك، شرحات اللحمة الرائعة هاي اللي بتاخذ معنا هيك أقل من دقيقة. راح نحطهم على محليه الطاوله على الجرجير. بدينا العيد قبل بنهار، يعني سفره كامله فتح لنا معنا اليوم نهار وقفه. هو هذا تعرف شايف نزيدوه شربه وينجح افطار. كلامك سليم 100% 100%. كل سنه وانتم سالمين واهاليكم. انت سالم ان شاء الله، ان شاء الله الف نعمه وخير. بس انت ايش تفطروا بتونس بالعيد؟ كبده صح؟ انا اول انسان، انا اكثر انسان ما تسالوش على الفطور لانه انا النام بعد ثلاث العيد معناه. السيد امين عشان نكون واضحين، هو بيحكوا له الدنيا عيد بس هو بكون ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد على ما يكون افيلبل. صحيح؟ صحيح. توقيت العيد عنده بيختلف. امين مش راح ياكل من 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 الملح. انا حلفت يمين راجي بده يخرب بينه وبينك. انا حلفت يمين انك ما تاكل، نيتي ما تاكل ملح. مش من الملح، حتى نعطيك انا ما اسهل اسهل عليك. امين ما ياكل من ايدي. ما ياكل مخلل الفت. شوف شوف يا امين، شوف شوف هذا هيك لازم هيك. الحمص في كاميرا ولا فيش كاميرا؟ ايه الحمص باللحمه روعه. حمص باللحمه باللية. وين الكاميرا؟ ايوه بعد ما نزلناهم كلياتهم. ها هاي اللحمات والحمصات، شوفوا ما احلاهم بالخبزات الطيبين اللي عندك الطابون. يعني يلي عم بيحضرونا جبنا بقير. لعيونك سيدي لعيونك لعيونك، يعطيك الصحه يا كل انواع الخبز حطنا. احنا بخدمتكم كمان. وكل سنه وانتم سالمين. امي كل عام وانت بخير، ينعاد عليك ان شاء الله وانت على جبل عرفه وعلى كل المسلمين. وان شاء الله الله يخفف عاهلنا بغزه وام راجي وام امهاتنا كلياتنا. كل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله يا رب. الله يخليك ان شاء الله كلنا بخير. الله يخليك وانتم بخير ايضا مشاهدينا. غدوه تلقاونا في حلقه العيد انا والزميله ساره ان شاء الله، وحلقه جديده فيها عدد من المواضيع كالعاده يا عهد.
غدا حلقة جديدة، حلقة العيد معكم رح تكون طبعا فيها وظائف لا تتوقف خلال الأعياد. نحن مثلا وأيضا أفلام العيد مع الزميلة ماري تريز في كلاكيت. إلى هنا تكون مشاهدينا حلقتنا وصلت إلى نهايتها، نتمنى لكم بقية نهار مميز مع باقي برامج تلفزيون العربي 2، وكل عيد وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء غدا إن شاء الله. باي باي.